مشاهدينا، طب صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم الى عدد جديد من فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم الثلاثاء 21 من تشرين الاول الموافقه 27 من ذي الحجه، محطات مختلفه ضمن اجندتنا حتى 10 بتوقيت القدس المحتله. من فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم قراءه سريعه لابرز عناوين الصحف المحليه، القدس والايام والحياه الجديده، وقراءه في ابرز ما تناولته الصحف الاسرائيليه هذا اليوم. ومن محطاتنا المنوعة نتوقف مع وزارة التربية والتعليم والخطة الوزارة الاستراتيجية بين الأعوام 2014-2019، وشهر أكتوبر كما أشرنا في محطات مختلفة وفي أيام سابقة من فلسطين هذا الصباح هو شهر التوعية بالفحص المبكر لسرطان الثدي. هذا اليوم نتحدث عن هذا الموضوع. أيضا من استديوهاتنا في غزة نتوقف مع حملة أيادي الخير لدعم الطلبة الجامعيين. صنع في فلسطين مشاريع ريادية تم استعراضها لشباب مبدعين، ومؤسسة النيزك مشرفة على هذا الموضوع. وجسور من غزة هذا البرنامج الإذاعي يبث أيضا عبر فلسطين مباشر 5 أيام في الأسبوع، كل الأيام عدا الجمعة والسبت. هذا البرنامج يبث عبر إذاعات مختلفة، صوت فلسطين أيضا، وهو بالتعاون مع شبكة الإنتر نيوز، ويسلط الضوء على المعاناة الإنسانية للمواطنين في المحافظات الجنوبية في محاولة لحل بعض القضايا العالقة. هذا كل ما لدينا في فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم. مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير ونعود مع قراءة سريعة لأبرز عناوين الصحف. تفضلوا بالبقاء معنا ونهاركم سعيد إن شاء الله. بلدنا أصبح عليك الخير.
أهلا من جديد مشاهدينا ومباشرة إلى أبرز عناوين الصحف وموضوعات هذا الصباح. سلال المستوطنين على شقق جديدة في القدس المحتلة في سلوان، وأيضا بيان ثوري حركة فتح وغيرها من الموضوعات. نبدأ مع أولى القدس وضمن مخطط تهويد القدس والتمسك بها عاصمة لإسرائيل. هجمة استيطانية جديدة في سلوان والاستيلاء على 10 شقق سكنية في الحارة الوسطى من البلدة، حيث شهدت المدينة المقدسة فجر أمس هجمة استيطانية جديدة في بلدة سلوان طالت بناتين أخريين ضمن أو تضمنان تضمنان 10 شقق سكنية، وذلك خلال شهر من الزمن، حيث كانت الجمعيات الاستيطانية قد استولت على 25 شقة في أيلول الماضي، وبذلك يرتفع عدد المستوطنين في سلوان إلى نحو 500 يقيمون في 90 منزلا. جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة قال بأن الوثائق تقول أنه تم بيع بنايتين فيهما 10 شقق من قبل العرب إلى المستوطنين. ووجد المحامون المختصون بموضوع الاستيطان أنه لا يوجد شيء ليترافعوا عنه، وهناك صورة مرفقة على أولى القدس كما يظهر على الشاشة، عناصر من الأمن الإسرائيلي يحرسون أحد المنازل الذي تم الاستيلاء عليه في سلوان. تأجيل زيارة الوفد الوزاري العربي إلى غزة كانت مكررة يوم الخميس المقبل، وأبو مرزوق يقول استئناف جلسات المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل نهاية الشهر الجاري. ترأس اجتماعا لتحضيريات المؤتمر 7 لفتح الرئيس يصدر قرارا بقانون لتشديد العقوبة على مسربي الأراضي، حيث أصدر الرئيس محمود عباس مساء أمس قرارا بقانون معدل لقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته نافذة في المحافظات الشمالية، وعدل بموجب القرار نص المادة 114 من القانون، حيث فرض التعديل الجديد عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على كل من قام بتسريب أو تأجير أو بيع الأراضي لدولة معادية أو أحد رعاياها، فيما كانت العقوبة السابقة هي الأشغال الشاقة المؤقتة لمن يقوم بتسريب الأراضي لدولة معادية. من أبرز العناوين أيضا على أولى القدس هذا الصباح، مشروع القانون العدواني لتقسيم الأقصى زمنيا ومكانيا يطرح على الكنيسة الشهر القادم للتصويت عليه، وتفويض المركزية بإمكانية وقف أي علاقة رسمية نتجت عن أوسلو. ثوري فتح توجه لمجلس الأمن حق فلسطيني لا يقبل التأويل. القوات الإسرائيلية تهدم 7 مساكن فلسطينية في الأغوار الشمالية، مواجهات واعتقالات خلال مداهمات في منطقة بيت الأحمدية. أبرز العناوين على أولى القدس هذا الصباح إلى أولى الحياة الجديدة باللون الأحمر، ثوري فتح أي قانون إسرائيلي لتقسيم الأقصى باطل وسيفجر المنطقة برمتها، تفويض مركزية الحركة بأي قرارات يمكن اتخاذها بما في ذلك وقف كافة الالتزامات المترتبة على أوسلو، الانضمام إلى المؤسسات الدولية قرار سيادي فلسطيني يتوجب استكمال إجراءاته قبل نهاية العام. من أعلى الصفحة، بروفيسور إسرائيلي تصفية الشعب الفلسطيني هي وصية إلزامية، والزراعة تقول الأمطار التي هطلت تبشر بموسم يبعد شبح الجفاف. سلوان المباني تتسرب والمستوطنون يتسللون إلى الحي، 10 شقق سكنية وصلت لجمعيات استيطانية عبر سمسار محلي. مرة أخرى الرئيس يصدر قرارا بقانون لتشديد العقوبة على مسربي الأراضي. من الحياة الجديدة أيضا نطالع هذا الصباح تقسيم الأقصى على مائدة الكنيسة الشهر المقبل، ورئيس يترأس اجتماعا للجنة التحضيرية للمؤتمر 7 لحركة فتح. استقبل نائب وزير الخارجية الياباني لشؤون البرلمانية وتلقى اتصالا هاتفيا من العربي. مفاوضات القاهرة غير المباشرة تستأنف الأسبوع المقبل. الأسرى الإداريون يبدأون الأسبوع المقبل أيضا خطوات احتجاجية، حيث أصدرت سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إداري جديدة بحق 13 أسيرا
وثبتت اعتقال 6 آخرين إداريا. وفي ظل تكثيف سلطات الاحتلال اللجوء إلى الاعتقال الإداري خاصة في الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ بداية شهر تشرين الأول 96 أمرا، وبلغ عدد المعتقلين إداريا 550 مواطنا. أفاد الأسير محمود شبان المعتقل إداريا بأن الأسرى الإداريين سيبدأون من جديد بخطوات احتجاجية ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك بمقاطعة محاكم الاحتلال وصولا إلى الإضراب المفتوح عن الطعن. الأمم المتحدة تستوجب إسرائيل بشأن الحقوق الفلسطينية، والاحتلال يهدم مبان ومنشآت زراعية في الجفتليك وفصائل وبركسن بالخضر. الجامعة العربية تدعو لوضع خطة عمل مشتركة لحماية أطفال فلسطين والمنطقة. غدا تستشهد الطفلة إيناس وإصابة زميلتها تولين بجروح بالغة. وصورة أيضا في خلال تشييع جثمان الشهيدة إيناس من قرية سنجل أو بلدة سنجل شمال رام الله، والتي كانت قد فارقت الحياة واستشهدت بعد دهسها من قبل مستوطن إسرائيلي. إلى أولى الأيام هذا الصباح، في آخر ساعة اقتحام مستوطنة بيت إيل وزجاجات حارقة على منازل المستوطنين. الرئيس يصدر قرارا بقانون لتشديد العقوبات على مسربي الأراضي. ثوري فتح، أي قانون سيطرح لتقاسم الحرم القدسي باطل وسيفجر المنطقة. وأيضا من ضمن البيان التوجه لمجلس الأمن، حق فلسطيني لا يقبل التأويل أو المساومة. واللون الأحمر، مستوطنون يستولون على 10 شقق أخرى في سلوان. وذات الصورة تنشر أيضا في الأيام يظهر فيها المستوطنين الإسرائيليين في أحد المنازل في مدينة أو جنود الاحتلال في مدينة القدس المحتلة في سلوان تحديدا. قانون تقسيم الأقصى يطرح الشهر المقبل على الكنيست للتصويت. وعريقات يقول استكمال الانضمام إلى المنظمة الدولية ووقف التنسيق الأمني إذا استخدمت أمريكا الفيتو. ويقول أيضا خيار حل السلطة ليس مطروحا. المئات يشيعون جثمان الطفلة الشهيدة إيناس في سنجل. ومصر تدعو إلى استئناف مفاوضات التهدئة الفلسطينية الإسرائيلية في القاهرة الأسبوع المقبل. ووفقا لما أعلن مسؤول فلسطيني أعلن أمس، أن مصر وجهت دعوات للوفدين الفلسطيني والإسرائيلي لعقد الجلسة الثانية من المفاوضات غير المباشرة حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في القاهرة الأسبوع المقبل. قال عضو الوفد الفلسطيني الموحد إلى مفاوضات القاهرة والقيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم لوكالة الأنباء شنخوا إن الدعوة المصرية وجهت بناء على الاتفاق السابق بعقد الجلسة النهائية من المفاوضات غير المباشرة في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. ذكر عبد الكريم أن جدول أعمال الجلسة الثانية من المفاوضات سيتضمن قضايا توسيع منطقة الصيد البحري في قطاع غزة وإنهاء المنطقة العازلة وقضايا الميناء والمطار والأسرى. أوضح أيضا أنه سيتم كذلك مراجعة مدى الالتزام الإسرائيلي بتفاهمات وقف إطلاق النار التي أعلنت في 26 من آب الماضي، لافتا إلى أن الوفد الفلسطيني سيقدم تقارير بسلسلة من الخروقات الإسرائيلية للبحث في أسبابها وكيفية وقفها في المستقبل مع الجانب المصري. أيضا عبد الكريم اتهم إسرائيل بالمماطلة في الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار فيما يتعلق بفتح المعابر وتسهيل إعادة إعمار قطاع غزة. نواصل مع أبرز العناوين على أولى الأيام. والأردن يحذر من صراع ديني بين مزدوجين جراء استمرار استفزازات إسرائيل. ومسؤولون أمريكيون الاف بي اي قدم للشباك معلومات حول الجندي المختطف في غزة. أبو شهلة يقول حكومة التوافق ستتولى مهامها بشكل واضح خلال أيام. وزير العمل في حكومة التوافق الوطني مأمون أبو شهلة أكد مساء أمس أنه بدون إدخال كميات كافية من مواد البناء ستتأخر عملية إعادة إعمار قطاع غزة.
هذه تصريحات وزير العمل في حكومة التوافق. جنيف، الأمم المتحدة تستجوب إسرائيل بشأن هدم منازل الفلسطينيين وحرمانهم من المياه، وبروفيسور إسرائيلي مرة أخرى يدعو إلى تصفية الفلسطينيين. هذه أبرز العناوين التي جاءت على أولى الأيام هذا الصباح، بالإضافة إلى الاحتلال يهدم منزلين وخمس بركسات زراعية شمال أريحة وبركسان في الخبر. إن كانت هذه أبرز العناوين على أولى الأيام والقدس والحياة الجديدة. إلى فاصل ونكون مع أبرز العناوين على الصحف الإسرائيلية. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في عناك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو يبيد، نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد، لا مجدنا التهيب مجدنا التهيب موطني مجدنا وعهدنا.
لنا من جديد مشاهدينا مباشرة إلى أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية هذا الصباح من عناوين وموضوعات. الأستاذ فايز عباس، صباح الخير، مرحبا بك. صباح الخير. طبعا يعني هذا غير موجود في الصحف الإسرائيلية، صادر اليوم لقاء بان كي مون مع وزير الأمن الإسرائيلي يالون. بان كي مون حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية يعني مصر على إقامة لجنة تحقيق حول تدمير إسرائيل لمؤسسات الأمم المتحدة في غزة، وأنه يعني على الرغم من الاعتراض الإسرائيلي إلا أنه يصر على ذلك. يعلون اتهم حماس في حديثه مع بان كي مون أنها تنشر في إحدى صحفها بأنها ترمم الأنفاق، بدأت بالعودة إلى ترميم الأنفاق، وهو يقول لن نسمح بذلك وسنوقف إدخال مواد البناء إذا ما حولت هذه إلى حماس وإلى الأنفاق. في كمان قضية مهمة جدا، هي قضية فريق اتحاد أبناء سخنين، يعني بعد ما كرموا عضو الكنيسة السابق عزمي بشارة والهجوم عليهم بشكل يعني أصبح يعني زي رياضة وطنية إسرائيلية. يعني صاحب بيطار القدس إيلي تبيب اسمه، وهو هذا مجرم أدين في المحاكم الإسرائيلية بالاعتداء على أطفال حتى على أولاد، وهو الفريق الأكثر عنصرية في إسرائيل، ويمنع أي عربي من اللعب في صفوفه، وأيضا لاعبين أجانب إذا كانوا مسلمين يعني كانوا يتعرضوا لأبشع أنواع التحريض والاعتداء عليهم، حتى أن لاعبين من قبل سنتين من ألبانيا مسلمين طبعا كانوا اضطروا إلى أن يضعوا عليهم حراسة يومية بسبب المشجعين هذا الفريق اللي معروف بعنصريته. وهو اليوم بيجي بهاجم سخنين بيقول انه يعني بما معناه انكم انتم العرب رايحين تقتلونا في مرحله من المراحل يعني. يعني هذا التحريض السافل. يعني هاي ملاحظتين قبل ما نبدا في الصحف. صحيفه ادارات احرنوت طبعا من الابرز، الابرز هو يعني قضية فصل وإغلاق مصانع في عراد في النقب. يعني عائلة كاملة تم فصلها من العمل بسبب إغلاق مصنع مناشف عراد. أب وأم وأبنائهما تحولوا إلى عاطلين عن العمل فجأة. نتنياهو يقرر الانتخابات الداخلية لبرايمرز يعني لرئاسة الليكود منتصف الشهر القادم، ويتعرض لانتقادات شديدة من قبل بعض أعضاء الليكود أو وبالأخص من قبل رئيس مركز حزب مركز الليكود داني دانون اللي كان نائب وزير الأمن وفصله نتنياهو بسبب انتقاده لسياسة نتنياهو في العدوان على قطاع غزة. وهو يعني طبعا هو بدرس إمكانية أنه ينافس نتنياهو على رئاسة الحزب، واتهم نتنياهو انه يستولي على الحزب بطرق يعني قذرة. طبعا الوزير السابق موشي كحلون اللي كان وزير الاتصالات واللي استطاع تخفيض اسعار التلفونات المحمولة الخلوية يعلن عن إقامة حزب جديد سيعمل على تخفيض أسعار المواد الغذائية. طبعا يعني اليوم في إسرائيل هو المواد الغذائية من أغلى من أوروبا، من كافة الدول الأوروبية، وكانوا في هجرة إلى ألمانيا خاصة بسبب غلاء المعيشة في إسرائيل. هو راح يركز على هذا الموضوع. طبعا هو معروف يعني بأنه عمليا هو يساري من الناحية الاقتصادية الاجتماعية، ولكنه سياسيا هو يعتبر من اليمين يعني. لكن تركيز الحزب فقط على الأمور الداخلية، على الأمور الاقتصادية وعلى غلاء المعيشة. شو اسم الحزب هذا؟ بعد ما فيش له حزب، ولكن يعني طبعا هو بيبحث عن شخصيات أيضا يستخدم في لها علاقة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا يبحث عن رجل عسكري. طبعا هذا يعني دائما شيء طبيعي في إسرائيل، الأحزاب تبحث عن رجل عسكري دائما، بدين رجل الأمن يعني اللي يكون داخل الحزب. نتنياهو يغازل الحريديم المتدينين يعني اللي هن عمليا اليوم بيحاولوا ان يسقطوا نتنياهو في اول فرصه، لين رايحين يسقطوا نتنياهو
لكن نتنياهو اليوم تراجع عن دعم قانون تسهيل اعتناق اليهودية اللي قدمته تسيبي ليفني وأبلغها بذلك. لذلك ليفني قررت أنه ما تبحث لهذا القانون في اللجنة الوزارية وإنما مباشرة للكنيسة في محاولة منها يعني لضرب نتنياهو. وهي بتقول يعني إحنا بدنا نروح على هذا القانون لأن ما بنخاف من الحرديم. واللي بخاف من الحرديم طبعا هو نتنياهو. بتتهم نتنياهو رئيس أركان الجيش بيني جانتس طبعا يعين ضباط كبار في الجيش في قادة في وحدات النخبة وكلهم يعني من المظليين. طبعا هاي وحدة المظليين معروفة في إسرائيل وفي خارطة السرطان في إسرائيل يعني إشي مقلق جدا. حيفا وعكا أكثر انتشارا ب 15% من المعدل العام. والقدس بما أننا إحنا قريبين على القدس هم في رام الله النسبة أقل ب 15% عن المعدل العام. يعني النسبة بسيطة جدا وحسب الصحيفة من الأمراض السرطان التبرير ما فيش لحد هلا يعني التبرير ولكن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت أنها ستحقق في الموضوع. لكن هناك اعتقاد سائد بسبب وجود مصانع للكيماويات في منطقة حيفا في خليج حيفا و طبعا هناك في مصافي البترول ايضا لربما لها علاقه في هذا الامر ولكن هذا لم يتم يعني التوصل اليه بشكل قاطع. يعني طبعا اخر تقرير لمراسله بريس تي في الايرانيه باللغه الانجليزيه التي كشفت عن المساعدات التركيه لداعش قتلت في حادث طرق غامض. وايران طبعا البريس تي في ايرانيه تتهم المخابرات التركيه بقتلها بتدبير قتلها بسبب كشفها للمساعد. نعم. والجيش الإسرائيلي الجيش العرمرم يعتقل طفلا في الخليل يعاني من مشاكل نفسية صعبة بحجة رشق الحجارة. يعني والمستوطنين اللي كانوا في المنطقة يعني شجعوا الجيش الجنود أن يعني يعتقلوه وكانوا يصيحوا الموت للعرب ويعني شتائم بذيئة للعرب وللنبي محمد. طبعا يعني بعد عدة ساعات تم اطلاق سراحه للطفل لانه ولد معاق. يعني شو بتكون فيه في هنا كاريكاتير حلو يعني عن قضية داعش. يعني هنا وكالة سفر واحد ملتحي يعني طبعا مبين داعش. ولا اذا في عندك اشي في العراق ولا في سوريا بيكون اشي ممتاز يعني إذا مباشرة لسوريا يعني فهاي من أهم الأمور في صحيفة دوت أحرنوت. صحيفة هارتس طبعا عنوانها الرئيسي دائما بيختلف عن الصحف الثانية. عشرات المستوطنين دخلوا في حملة ليلية للبيوت في سلوان. قضية سلوان طبعا ويعني هذا راح يضاعف عدد المستوطنين في حي سلوان. طبعا بتطرقوا لانه رشق بالقنابل الحارقه بالزجاجات الحارقه عفوا. والرئيس عباس طبعا على التعديل الجديد في قانون تسريب الاراضي الحكم المؤبد على من يسرب اراضي لدولة واشغال شاقة طبعا لمن يسرب دولة لدولة عدو. افتتاحية الصحيفة بتقول دخول المستوطنين لسلوان هو عصا في عجلة أي مبادرة للسلام. يعني عمليا هي هذا اللي بصير. يعني سياسة نتنياهو اليوم في سلوان في القدس الشرقية هي عمليا تقضي على كل محاولة حتى المحاولات يعني في هذا الموضوع. الوزراء في إسرائيل سيبحثون يوم الأحد إقرار قانون يمنع من المحكمة العليا إلغاء القوانين. يعني المحكمة العليا ألغت قانون المهاجرين واعتقالهم لمدة عام بدون محكمة أو حتى 3 سنوات في اعتقال في معسكر اعتقال. الحكومة اليوم بتحاول أن تسن قانون اللي يمنع من المحكمة بس بعتقد أنه في نهاية الأمر يعني حتى المحكمة بإمكانها أنها تلغي مثل هذا القانون لأن المحكمة العليا هي فوق الحكومة الإسرائيلية. مقصود المهاجرين الأفارقة طبعا أن إذا بيجي مهاجرين من بولندا ولا من ألمانيا تعامل بطريقة أخرى طبعا لأن هذا كان من السود يعني طبعا
إسرائيل ما بيحبوا السود، حتى الأثيوبية بيكرهون في إسرائيل. الولايات المتحدة دفعت ملايين الدولارات لنازيين في الولايات المتحدة هاجروا بعد الحرب العالمية الثانية لكي يغادروا الولايات المتحدة، يعني لعدم إحراجهم، مع إنه الولايات المتحدة كما هو معروف يعني استغلت خاصة العلماء وفي صناعة الأسلحة الألمان، وبعد ما بلشوا ينكشفوا أول في أول فطلبت منهم المغادرة، لكنها دفعت لهم ملايين الدولارات. جامعة بار إيلان تندد بالبروفيسور هيليل فايس اللي دعا إلى إبادة الشعب الفلسطيني. موجود. هو موجود الخبر يعني، بس هو مش في إلى إبادة. تصفية. تصفية. وصية إلزامية. تصفية. تصفية. وبين إبادة. إبادة شعب. تعني بالكامل. بالكامل. تصفية يعني ممكن خميس يعني ينفد. أما فإن يعني الجامعة يعني نددت يعني طبعا اعتبرت انه هذا اراءه الشخصيه، لكن تخيل خميس لو انه بروفيسور في جامعه بيرزيت تحدث عن عبادة الشعب اليهودي لقامت كانت الدنيا، وكانت وصلوها للامم المتحده ولا مجلس الامن ولا حقوق الانسان، مجلس حقوق الانسان، ولكن يعني هذا البروفيسور وما سمعتش ردود فعل جديه انا على انه تم الاهتمام في هذا الموضوع من جانبنا، من الجانب ان كان الاعلام الفلسطيني يعني نشر الخبر كخبر فقط يعني اليوم للاسف الشديد يعني. نعم ممكن اليوم يتفاعل يعني، نتامل انه يتفاعل لانه هذا الحكم من امبارح يعني طلع في مقال يعني مهم جدا ليحيى عام فيت، هو مؤرخ اسرائيلي يكتب عن عضو الكنيسة حيليك بار. حيليك بار هو سكرتير حزب العمل وهو رئيس اللوبي من أجل إقامة الدولتين، ولكن هنا الكاتب يكتب بأن سكرتير وظيفة سكرتير أو مهمة سكرتير حزب العمل العمل على إسقاط حكومة نتنياهو وليس دعمها بكل ما يتعلق بالاعتراف بفلسطين. حيليك بار أرسل رسائل إلى أعضاء حزب العمل البريطاني يتوسل إليهم أن يعارضوا ما يصوتوا إلى جانب الاعتراف بفلسطين. يعني كيف هو بطالب البريطانيين عدم الاعتراف بفلسطين وهو هنا بحكي كرئيس اللوبي في الكنيسة من أجل حل الدولتين؟ أنا مش فاهم يعني شو هالتناقض الرهيب. فأنا يعني بعتقد أنا بدي أكمل المقال بعدين بعلق عليه. بدعي إنه اليمين سيحتفل في هذا الأمر يعني إنه وبهاجم حزب العمل البريطاني لأنه حزب عمل، حزب المفروض إنه اشتراكي، وسيزيد العنف من جانب الفلسطيني، يعني الفلسطيني بيرفعوا روسين وبطلوا يخافوا بريطانيا إذا تعترف فيه. لكن بار رئيس اللوبي لحد يريد أن يقول من خلال هذا التصرف للحكومة واليمين الإسرائيلي بأنه وطني جدا، وطني إسرائيلي، وطني صهيوني، ولكن كان عليه دعم المطلب الفلسطيني ودعم الاعتراف. هذا الكاتب بيكتب لأنه يعلم أن الأوروبيين يرون بالاستيطان العائق أو السبب الرئيسي لعدم التوصل إلى اتفاق. بار هذا طبعا هو بيلتقي طبعا هو رئيس اللجنة، رئيس اللوبي من أجل حل الدولتين، في هنا لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، وهو يعني يلتقي بقياديين يعني فلسطينيين بشكل دائم. للأسف الشديد يعني أنه من خلال تصرفاته اليومية ومن خلال ما يقوم به أكبر دليل على أنه هذا الإنسان غير جدي، وهو من خلال علاقته بالقيادة الفلسطينية هو يريد مكاسب سياسية داخل الحزب، داخل حزب العمل. طبعا هو كان أول من قدم قانون، اقتراح قانون تقسيم الأقصى عفوا، ولكن بعد الضغط عليه من قبل أعضاء في حزب العمل ورئيس حزب العمل تراجع، ولم يتراجع وإنما أجل تقديم القانون الجديد الذي سيقدم الشهر المقبل. يعني أنا بعتقد أنه يعني مواصلة اللقاءات معه يعني مضي على الوقت وضحك على الحال.
يعني هذا مهم جدا هذا المقال. في كاريكاتير يعني احنا حكينا عن عزمي بشارة واللي بيصير اليوم في قضية عزمي بشارة في صحيفة عارض في كاريكاتير حلو. طبعا وزيرة الرياضة ليمور ليفنات طبعا طالبت بطرد فريق اتحاد أبناء سخنين من الدوري الإسرائيلي. هنا صورة كاريكاتير لعزمي بشارة مكتوب عليه أبناء سخنين والوزيرة هي واقفة في المرمى وبضرب فيها جول يعني عزمي بشارة سدد. بطلعها بطلعوا من طبعا معريف لبني ستنقدم قانون تسهيل اعتناق اليهودية لمن لا يخاف من الحريديم. يعني بتتهم نتنياهو انه بلش يتملق للحريديم. تخوف من فصل عمال جدد. وجهاز الإحصاء المركزي يشير يحذر من الركود الاقتصادي في إسرائيل. ويعني هناك التخوف من إغلاق عدة مصانع في منطقة النقب خاصة في عراد. ولا التنفس والصعداء انتبه يعني. لجنة حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة لم تهتم بالحرب على غزة الحرب الأخيرة وإنما بحقوق الإنسان الفلسطيني إن كان في الضفة وغزة والداخل الفلسطيني وأيضا في الاعتقالات وهدم بيوت من ينفذ عمليات ضد إسرائيل أو ضد الاحتلال الإسرائيلي. طبعا بإسرائيل هم مبسوطين جدا من هذا الموقف لأنه لم يتطرقوا في شكل جدي لهذا الموضوع موضوع الحرب اللي كانوا متخوفين في إسرائيل من هذا الأمر. تصعيد في القدس بعد دخول المستوطنين إلى بيوت في سلوان على الرغم من انتقادات الرئيس ريفلين. ريفلين انتقد هاي السياسة نعم. والخبر الأخير طريف يعني فياجرا مزورة خبها صاحبها في كنيس يهودي في منطقة تل أبيب. يعني هناك أي محل ما حدا بفوت عليه يعني يدور على الفياجرا. هذا هو يا أستاذ خميس. شكرا جزيلا لك أستاذ فايز عباس خبير في الشأن الإسرائيلي. صباح الخير. صباح الخير. إلى فصل قصير مشاهدينا نكون مع المحطة المنوعة الأولى من فلسطين على صباحكم. يا طير يا طاير يا رايح عالحيرين تحميك عيوني وتصونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيرين فلسطين بلادي حلوية يا ما شاء الله يا طير يا طاير يا رايح عالحيرين تحميك عيوني وتصونك عين الله بلادي حلمية ما شاء الله ميت عصافة حلم العطبرية لا عدت وحيفة سلم عباحرنا ما تنسى الناصري هالقلعة العربية خبر لي بيسان برجعة تانيها يا طير يا طير يا رايح عالطيرين تحمي عيوني وتصونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيرين فلسطين بلادي حلوية ما شاء الله الكريم
أهلا من جديد مشاهدينا. يوم أمس وقعت وزيرة التربية والتعليم العالي دكتورة خولة شخشير اتفاقية التمويل المشترك بقيمة 100 مليون دولار لتمويل نشاطات خطط وزارة التربية والتعليم الاستراتيجية الثالثة للعوام 2014-2019. جرى توقيع بحضور ممثلي سلة التمويل المشترك من دول ألمانيا، بلجيكا، فنلندا، النرويج وإيرلندا وغيرهم من الشركاء الداعمين لقطاع التعليم. هذا الصباح معنا دكتور بصري الصالح، وكيل مساعد لشؤون التخطيط في وزارة التربية والتعليم. صباح الخير، مرحبا بك معنا دكتور. صباح الخير. يعني مبروك أول شيء هذا الدعم من الدول المانحة، وإن شاء الله يصرف في مكانه الذي يستحق، يعني في دعم الخطط والمشاريع الخاصة بوزارة التربية والتعليم. لو نتحدث عن وين راح تروح هاي الفلوس، أبرز القطاعات اللي راح تستثمر فيها في مجال التربية والتعليم ضمن الخطة اللي وزارة التربية والتعليم حاطة، خطتها الاستراتيجية أصلاً موجودة؟ يعني أولاً شكراً أخي خميس. يعني هذا استمرار لتمويل سابق كان مقدم لوزارة التربية والتعليم، تم توقيع اتفاقية سابقة مع بداية الخطة الخمسية الثانية اللي بدأت في العالم 2008. والحقيقة الوزارة استمتعت بتنفيذ مشاريع كبرى في قطاع التعليم نتيجة تمويل المانحين في هذا الموضوع، وخاصة في مجال البنية التحتية. الدعم الموجود حاليا جاء، أو الاتفاقية التي تم توقيعها حاليا جاءت بعد الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية الثالثة لوزارة التربية والتعليم، وهي التي تغطي السنوات من 2014 إلى 2019. هذه الخطة الحقيقة يعني تختلف قليلا من حيث المضمون ومن حيث طبيعة البرامج عن الخطة السابقة، لأنه في هناك تحديات تواجهنا في قطاع التعليم لابد من أن نواجهها، ونحتاج إلى دعم كبير جدا من مجتمعنا الفلسطيني ومن الدول المانحة وأيضا من الحكومة الفلسطينية من أجل مواجهة هذه التحديات. هذه التحديات أبرزتها ميزانية أكبر. نعم، أبرزتها الخطة بشكل واضح بشكل محدد، مرتبطة بتحسين نوعية التعليم والتعلم، بمعنى تحسين مخرجات نظام التعليم، استثمار أكبر في قطاع الطفولة، جودة ونوعية، وخاصة في بعض المجالات اللي احنا بنحس انه يجب ان يكون في تركيز مهم جدا عليها في المرحلة القادمة. نتكلم عن قطاع الطفولة المبكرة مثلا، نتكلم عن قطاع التعليم المهني والتقني، نتكلم عن تحسين نوعية التعليم من حيث طبيعة ما يمتلك الطالب من الطلبة من مهارات وانعكاسات ذلك على مؤهلات المعلمين. نتحدث عن تطوير بنية تحتية مهمة. اليوم في غزة لدينا يعني بعد هذه الحرب المجنونة التي فرضت على تحدي الأبرز غزة، لدينا يعني تحديات كبيرة جدا تتعلق بتوفير التمويل اللازم لإعادة ترميم البنية التحتية الخاصة في قطاع التعليم في غزة، وبالتالي هذه الأموال ستصرف في هذه الاتجاهات، وهي ضرورية جدا في هذه المرحلة من أجل أن تصرف في هذه الاتجاهات، ومن أجل أن نكون قادرين على الاستمرار في عملية تطوير نظام التعليم على مراحل مختلفة. أصلا يعني هذه الخطة إيش البداية راح تكون؟ يعني هذه الخطة مدتها 3 سنوات تركز على أولويات الوزارة. طبعا التمويل سيتم من خلال تحويل الأموال إلى وزارة المالية الفلسطينية كما كان في السنوات السابقة، ويصرف على هذه الأموال في إطار الإجراءات المالية التي تستخدم في السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي إطار أولويات تحددها الوزارة سنويا. يعني كل سنة إحنا بنعمل خطة سنوية، هذه الخطة منطلقة من الخطة الاستراتيجية للوزارة، هذه الخطة تحدد ما هي النشاطات التي سننفذها كل سنة في مجال الأبنية المدرسية، في مجال التعليم المهني، في مجال رياض الأطفال، في مجال تحسين المناهج، في مجال تدريب المعلمين، في مجال تطوير التكنولوجيا في التعليم، في مجال تحسين الإدارة والحوكمة في نظام التعليم، في كافة المجالات الخاصة في قطاع التعليم. وهذا يعكس طبيعة تحليل الإدارات العامة لما يجب أن يتم في كل عام من الأعوام، والاحتياجات الحقيقية التي ترصدها الوزارة في كل عام، ويتم رصد هذه الأموال التي تغطي حقيقة ما نسبته من 80-90% من الاحتياجات التطويرية لقطاع التعليم. فإحنا نرصد هذه الأموال ونصرف هذه الأموال على نشاطات يتم تحديدها مسبقا. يعني اليوم احنا عم نشتغل على تحديد اولوياتنا للعام 2015. مع بدايه 2015 بنكون اتفقنا على ما هي النشاطات التي سيتم تمويلها على مدار العام من هذه الاموال على مدار العام. ذكرت موضوع غزه وتحدي الابرز هناك في الوقت الحالي هو الابنيه المدرسيه عقب العدوان الاسرائيلي على القطاع، راح تكون من ضمن هذه
هذا المبالغ التي تم التوقيع عليها أم أنه هي أجندة أخرى من ضمن إعادة الإعمار؟ كيف ترتيب مع وزارة التنمية؟ يعني هناك جانبين الحقيقة. الجانب الأول أنه نشاطات الوزارة في غزة يتم دعمها من هذا التمويل، لكن في هناك بنية تحتية كبيرة جدا تم تدميرها في غزة وخاصة في قطاع التعليم. اليوم في عنا 26 مدرسة يعني مدمرة، لم نستطع أن نعيد الطلبة إليها، بدها يعني إعادة بعضها، بده إعادة بناء لأنه مسح عن وجه الأرض. يعني مدرسة بيت حنون الزراعية، مدرسة جمال عبد الناصر في الشجاعية، إلى آخره من المدارس. هذه المدارس الحقيقة ستكون جزء من التمويل الخاص بإعادة الإعمار، ونتمنى أن يكون هناك وضوح أكبر في قضية الأموال المخصصة حتى نستطيع في قطاع التعليم أيضا أن نوظف هذه الأموال في قطاع التعليم في قطاع غزة. لكن حتى يتم تحويل هذه الأموال لا نستطيع أن ننتظر، هناك احتياجات آنية سريعة جدا يجب أن نلبيها، مثل ترميم سريع جدا لبعض المدارس الموجودة التي تدمرت بشكل جزئي، مثلا هناك تم تدمير بشكل جزئي. هناك نشاطات مرتبطة بتطوير جوانب مختلفة العملية التعليمية، مثل تدريب المعلمين، مثل تطوير المناهج، مثل عقد الامتحانات، مثل إجراءات تربوية مختلفة يتم تمويلها أيضا في قطاع غزة من هذه السلة. وبالتالي يعني إحنا إلى حين أن يكون في هناك يعني وضوح في موضوع التمويل القادم لإعادة إعمار غزة لا نستطيع إلا أن نكون جاهزين. والحقيقة المانحين الدول الخمسة التي هي مشاركة في سلة التمويل المشترك لديها مرونة كبيرة جدا فيما يتعلق بدعم التعليم في قطاع غزة، ونحن نشكرهم الحقيقة، ونشكر كل من يساعد وزارة التربية والتعليم ويساعد الشعب الفلسطيني، لأنه الاستثمار في قطاع التعليم هو استثمار في مستقبل الشعب الفلسطيني. ونحن سعيدين الحقيقة لأنه هذا التمويل يجعلنا قادرين على أن نتقدم خطوات الأمام يعني التطوير والاستمرار في تقديم الخدمة التعليمية لأبناء شعبنا. على الرغم من الخطة الوزارة في موضوع المباني، تحدث هنا عن الضفة ربما معلوماتي أكثر في هذا المجال من غزة، ودعم القطاع المحلي للخيرين من أبناء شعبنا، الدول المانحة بجهود الوزارة في موضوع المباني وإيجاد مباني جديدة، بزيادة عدد الصفوف الدراسية، لأنه في بعض المدارس حتى اللحظة في أماكن نائية في صفوف مكتظة. كيف بتفكروا بهذا المجال؟ يعني ما بدنا ننكر أنه هذا القطاع شهد نقلة نوعية إذا ما قرنا بالفترة الماضية، ولكن ما زال هناك عقبات وتحديات في هذا المجال. أخي خميس، دعني أقول الشيء التالي. أولا يعني إذا إحنا رحنا وحللنا ما هو موجود الآن من بنية تحتية في قطاع التعليم في فلسطين، نجد أن 60% من كل ما هو موجود الآن في الضفة الغربية وفي قطاع غزة تم بناؤه في فترة وجود السلطة الوطنية الفلسطينية. هناك 40% في بعض المناطق، وبعض جلها يتركز في مناطق مثلا في القدس، في المناطق المسمى بمناطق جيم. توديت على القدس وكيف السؤال القادم؟ نعم. نركز على هذه المناطق الحقيقة تواجه الوزارة فيها مشكلات كبيرة جدا في موضوع الأبنية المدرسية. حتى لو توفر التمويل في القدس الآن، نحن ممنوعون بشكل تام من أن نضيف غرفة صفية واحدة. اليوم إحنا بحاجة إلى 10,000 ولكن في طرق التفافية كبيرة ممكن التحايل فيها وإيجاد الغرف الصفية هذه وإيجاد مدارس وإيجاد قطع أراضي. يعني المستوطنين اللي امبارح أخذوا العشر شقق في سلوان أخذوهم ببلاش، مش دفعوا فلوس، وهذا واضح تماما. يعني هذا بيدفعوا مبالغ طائلة وأموال كبيرة حتى يسيطروا على شقة سكنية في سلوان أو في البلدة القديمة من القدس أو حتى في الخليل أو أي مكان آخر. لماذا لا نقدم يعني مبالغ كبيرة حتى تكون هناك مدرسة صامدة في مدينة القدس؟ وكنا نتحدث قبل يومين مع مدير التربية في محافظة القدس، وتحدث عن الاكتظاظ في الصفوف الدراسية، تحدث عن مشاكل التعليم الكبيرة وما إلى ذلك. يعني اليوم فرصة وجودك معنا حتى نسلط الضوء أكثر على هذا القطاع الحيوي والإلهام، ويشكل العامل يعني صمود كبير للمقدسيين. يعني أخي خميس، إحنا نتألم جدا، وأنا وكل أي زميل من زملائي عنده أو كأي مواطن بزور القدس ويزور مدارس القدس ويرى يعني هذا الوضع المزري الحقيقة، الذي يعني لا نملك إلا الصيانة وإعادة الصيانة والصيانة وإعادة الصيانة. كل عام يعني نقوم بعمليات صيانة في مدارس القدس. القضية مرتبطة بأن هناك حاجة ماسة لبناء أبنية جديدة بمواصفات تليق بأطفالنا ومرتبطة بالمعايير التي يتم استخدامها وطنيا في الضفة الغربية وإلى آخره. الآن نحن
لا نستطيع أن نقوم بعمليات البناء لأن الإسرائيليين يعني في هذا الموضوع يعني عندهم سياسة حادة. الآن رغم ذلك الحكومة الفلسطينية وبتعليمات واضحة من سيادة الرئيس بأن القدس أولوية، ونحن لجأنا في العوام السابقة إلى إيجاد آلية مختلفة. هذه الآلية تتضمن مثلا شراء بيوت جاهزة لأنه إحنا ممنوعين من البناء، تحويلها إلى مدارس، يعني نقوم ببعض النشاطات في هذا الاتجاه في إطار يعني لأنه نظام أيضا التعليم في القدس تحت مظلة الأوقاف الإسلامية في القدس، وبالتالي نحاول بكل ما أوتينا من القوة أن نجد أي حل ممكن في هذا الموضوع. لا نتأخر إطلاقا، وهذا يعني يتم على أعلى المستويات ويحتل قمة الأولويات، لكن في ظروف موضوعية الحقيقة تحول كثيرا بيننا وبين أن نتقدم في هذا الموضوع. البند الآخر، إحنا عندما نقول بأن هناك أبنية مدرسية موجودة في القدس في البلدة القديمة مثلا، هناك 18 مدرسة منتشرة في البلدة القديمة، لا نستطيع أن نخلي اي جزئيه في هذا الموضوع لانه هذا واقع يجب ان يتم الحفاظ عليه. في هناك حيثيات مرتبطه بهذه المدينه نحاول ان نتعامل معها. طب ضمن الخطه كيف تصور ضمن الخطه الاستراتيجيه للوزاره كيف تصور بالنسبه للقدس؟ القدس هي احد الاهم الاولويات في الخطه الاستراتيجيه العام 2016-2019، تحسين البنيه التحتيه للمدارس الفلسطينيه الموجوده في القدس، توفير الدعم الملائم للمعلمين في القدس، وايضا توفير برامج تحسن من مستوى التعليم في القدس وتستقطب الطلبه، لان عندنا مشاكل ذات يعني طبيعه مختلفه في القدس. مثلا نسبه التسرب في القدس اكثر من نسبه التسرب في اي منطقه من مناطق الضفه الغربيه. طبعا هذا ناتج لاجراءات مختلفه، هذا ناتج لوجود الطلبه احيانا في مدارس التي يعني يديرها الاحتلال او بلديه الاحتلال، ويعني هذه فيها مشاكل كبيره جدا. هناك اهتمام في موضوع الهويه وطنية للطلبة الفلسطينيين الموجودين في القدس، لأنه في هجمة مباشرة من الاحتلال على الهوية الوطنية الفلسطينية في القدس، وخاصة في موضوع المناهج الفلسطينية ومحاولات مستمرة من قبل بلدية الاحتلال ومن قبل إدارة التعليم في هذه البلدية لتغيير المناهج الفلسطينية دون أن يأخذوا بعين الاعتبار بأن هناك حقوق ملكية وأن هناك حقوق أيضا وطنية مرتبطة بهوية الأطفال. لذلك التعليم في القدس يحتل أولوية مهمة جدا في إطار الخطة، وهو جزء لا يتجزأ من عملية تنفيذ إجراءات تطوير التعليم في فلسطين بشكل عام. وبالتالي نحن الحقيقة أريد أن أقول بأنه بالرغم من أنه إحنا نقوم بكل ما يجب أن نقوم فيه على صعيد توفير التعليم لأبنائنا بنوعية جيدة، إلا أننا أيضا مضطرون إلى التعامل بشكل مباشر وبشكل يعني حثيث مع إجراءات الاحتلال التي لا تسهل إنما تعيق وتكون عبارة عن حجر عثرة في طريق الكثير من البرامج التي نقوم فيها، وخصوصا في القدس وفي المناطق المسمى بجيم في الأغوار. نحن نقوم ببرامج ومشاريع مهمة جدا، نحاول أن أيضا أن نوعي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المتخصصة في موضوع التعليم إلى أهمية القيام بدورها، لأن التعليم هو حق إنساني مكفول في الشرائع الدولية. وبالتالي أيضا فيما يتعلق في موضوع التعليم في القدس، في التعليم في المناطق المسمى جيم، هذا جزء لا يتجزأ من الحملة الدولية التي تقودها الوزارة باتجاه الحفاظ على حق أطفالنا في التعليم وفضح كل إجراءات الاحتلال في هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك دكتور بصري صالح الوكيل المساعد لشؤون التخطيط في وزارة التربية والتعليم، سعد صباحك، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. مشاهدينا فصل قصير ومحطة أخرى من فلسطين هذا الصباح، وعيادات التوعية بالفحص المبكر لسرطان الثدي كل مرة. عايش أطيب ناس يا فلسطين.
مستحيل يزول. مهما أوصف لك يا بلدي كلامي فيك طول، حبي لأرضك حبي أبدي مستحيل يزول. ودي أمي وجوع دمي فيك بنسى وجع وهمي، من جديد مشاهدينا ونرحب بكم لكل من انضموا لفرصنا الصباح في هذه الأثناء. يمكن أسلفنا في تغطيات سابقة محطات سابقة ونقاش هذا الموضوع، شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، حملات كثيرة ونشاطات كثيرة فعاليات كثيرة في الوطن للتركيز على التوعية المبكرة بسرطان الثدي. قدت جهات مختلفة. هذا الصباح نتحدث مع السيدة شدة عودة مدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي. صباح الخير. صباح الخير. مرحبا بك معنا إلى فلسطين هذا الصباح. باقي أقل من 10 أيام على نهاية الشهر، شهر التوعية بسرطان الثدي. إلى أي حد باعتقادك مجمل الفعاليات في الفترة الماضية على مدار 3 أسابيع نجحت في توصيل فكرة هذا العام بأهمية الفحص المبكر، التوعية بمخاطر هذا المرض للنساء الفلسطينيات، وإلى أي حد أيضا يتقدم أو تتقدم عملية التوعية من عام إلى آخر في هذا الموضوع؟ يعني بشكل عام موضوع التوعية هو ذات أهمية في المجالات المختلفة وتحديدا في مجال العمل بالمجال الصحي، لأنه التوعية هدفها بالأساس تغيير سلوكيات المجتمع نحو سلوكيات أفضل صحية ومسؤولية أكثر تجاه صحة الإنسان أو صحة الإنسان لنفسه. وبالتالي التوعية مكون رئيسي في البرامج الصحية، سواء كانت برامج حكومية أو برامج تتبع لمؤسسات ومنظمات أهلية. فكرة حملة أكتوبر هي فكرة أنها يعني تزداد النشاطات في شهر أكتوبر بمظاهر مختلفة من التوعية، ولكن لا يعني أن يكون بقية العام أن تتوقف. هي مستمرة ولكن تتركز. عملية التوعية هي عملية مستمرة دائمة مطلوبة، هي منهج من المناهج الوقائية، هي غير مكلفة ولكن في ذات الوقت هي توفر الكثير من المال. بمعنى التوعية إذا كانت يعني في الصميم وفي مضمون إيجابي ومشجع نحو تغيير السلوك للإنسان الانتباه لنفسه للوقاية من المرض، يوفر الكثير من حدوث المرض أولا وتعقيدات المرض لاحقا، وهذا توفير مالي يعني واقتصاد على الجهات تكاليف العلاج طبعا. الاكتشاف دائما المبكر هو معناته فرصة أفضل للحياة وتكلفة أقل على السلطة وعلى الدولة وعلى الإنسان وعلى الشخص ذاته ونفسه. بالتأكيد التوعية لها مردوداتها، لا نستطيع أن نقول
خلال 3 أسابيع حققنا إنجازات عالية. هذه الأثر نراها لاحقا ونراها بشكل تراكمي منذ بدايات عمل مركز دنيا، مركز التخصصي للكشف المبكر عن الأورام السرطان تحديدا سرطان الثدي. كان هناك تراكمات في البدايات، يعني أفضل صار اللجوء ونتائج أنها سمعت في الأخبار أو سمعت في الحلقات التلفزيونية، سمعت في ورشات العمل، في اللافتات الموجودة في الشوارع. هذا نحن لاحظنا ازدياد لجوء النساء انها جاي هي بدا بالتالي يمكن القول بانه تفاعل النساء انفسهن مع هذا الموضوع او التوعيه بشكل عام يعني كان ايجابي في هذا الشهر، شعرت بايجابيه طبعا في ايجابي بدليل انه في حجوزات على الإجاب على يعني لمركز دنيا انه بيطلبوا في مواعيد، في اكتظاظ في المواعيد في الوقت الحالي للفحص او لاجراء الفحص. هذا بالاضافه انه بنهايه خلينا نقول الحمله في ضروره مش شرط انها تلجا النساء لمركز دنيا فقط، لأنه إحنا الفكرة التوعية، الفكرة أنها تروح للكشف المبكر سواء راحت لطبيبها الخاص أو راحت لوزارة الصحة بالمديريات المختلفة أو راحت لمركز دنيا. فإحنا في عندنا حصة، ولكن يعني بنستطيع شو نقول أنه زادت عندنا الحالات 20% و30% قد تكون زادت على مستوى الوطن، وهذا يحتاج لمتابعات لاحقة بانتهاء على مستوى الوطن. إلى أي حد وصلتوا إلى قرى نائية أماكن مهمشة بالفعل وصلتوا لها النساء للفئة المستهدفة بالدرجة الأولى هي النساء في هذا الموضوع؟ صحيح. كيف وصلتوا لها في هذه يعني في اهتمام عالي من قبل الكل، ممكن بيشوف التلفزيون وبيشوف الإذاعة ورشة العمل صحيح. يعني كيف وصلوا يعني لها لمكان يعني أولا يعني في مناهج مختلفة وأدوات مختلفة للتوعية عظيم. والكثير من الدراسات يعني اللي اطلعنا عليها وجدوا انه افضل يعني من وجه لوجه ومن امراه لامراه يعني من تم لتم في الحديث على الموضوع هي اكثر وسائل الاقناع، لكن لا يعني ان يكون هناك للاعلام دور عالي في هذا الموضوع وفي الحد او في الحث على القيام بالفحص او اهميته الى اخره، لانه الاعلام يصل غالبا لكل بيت سواء كان تلفزيون او راديو او كذا. حتى في المناطق النائيه يعني يوجد وسيلة من وسائل الإعلام، فنستطيع أن نقول أن هذه الحملة تصل على نطاق وطني عالي سواء في المناطق النائية والمناطق القروية والمدنية. إلا أنه في فلسفة لجان العمل الصحي نحن نخدم الفئات الأكثر فقراً والأكثر تهميجاً، هي فلسفة المؤسسة بغض النظر في موضوع ذكرت أن تكلفة بسيطة صحيح، ولكن برضو في ظل الأوضاع الاقتصادية طبعاً ممكن بعض العائلات كان في اكثر من امراه في 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 في, في نفس البيت او فتيات صحيح. الى ذلك هم مش يعني ممكن ما بيستطيعوش يجروا هالفحص صحيح. اذا كان مش مؤمن في وزاره الصحه فكيف ممكن هذول نساعدهم؟ طبعا احنا يعني ما هو يعني هذا هو اللي انا كنت بدي يعني اتحدث فيه، انه هذه فلسفه المؤسسه ان نصل الى هذه الفئات الفقيره والمهمشه والنائيه بفعل الجدار، بفعل التقسيمات. احنا في مناطق سي، مناطق جيم، مناطق باء، مناطق مختلفه، فالاقل حظا هم هذول هدف الوصول لمؤسسة لجان العمل الصحي. فلذلك في هناك تكامل في العمل ما بين مركز دنيا اللي هو احدى مراكز لجان العمل الصحي وبين المراكز المختلفة المنتشرة لمؤسسة لجان العمل الصحي، بالتحديد في برنامج الصحة المرأة الذي هو الذي هو موجود في كل المناطق او في كل البرامج بما فيها العيادات المتنقله التي تصل الى المناطق النائيه. يعني وجودنا في المناطق ضمن برنامج العياده المتنقله يوجد طبيبه صحه مراه، يوجد مثقفه صحيه، ويوجد الطبيب الطب العام. فمهمه الطبيبه والمثقفه الصحيه والتمريض ان يثقف المجتمع ويثقف النساء حول موضوع الفحص المبكر. هلا طريقه الفحص المبكر او التوعيه باهميه الفحص المبكر بنعلم النساء على الفحص الذاتي، لانه في المناطق النائيه صعب حمل هذه الاجهزه من جهاز التلفزيون او الاجهزه الاشعه اللي بتساعد على عمليه التشخيص، ولكن وهنا تكلفه تكون طبعا صفر. هي يعني عشان هيك احنا بالنسبه لنا التوعيه والتثقيف هو مكون اساسي نصل به الى المناطق البعيده والنائيه عبر عياداتنا المتنقله، عبر مراكزنا، عبر برنامج صحه المراه الذي موجود ضمن العيادة الصغيرة والعيادة الكبيرة، العيادة المتنقلة والمركز الكبير. وبالتالي احنا بالنسبة لنا صحة المرأة هي مكون أساسي في العمل في برنامج في كل برامج
مؤسسة لجان العمل الصحي بالمستويات المختلفة، تبدأ من المجتمع تنتقل إلى المركز، ومن المركز البسيط إلى المركز الأكثر تخصصا. وطبعا في تحويلات، يعني مش شرط أن يكون التحويلات لمركز دنيا، إحنا كمان بندعم النساء انها تروح لمديريات الصحه اللي فيها التشخيص، ممكن تروح على اي محل وفقتها، المهم انها تصل الى اي مهم موقع. تروح تروح وين بس كاستراتيجيه وكفلسفه التوعيه المهم النقطه الاساسيه والنقطه المهمه انه تروح تعمل الفحص المبكر، وبذلك نتجنب تبعات. ونحن نساهم في هذا الجزئيه اكيد، في على عاتق اطراف اخرى، وكاله طيب. الغوث، الخدمات العسكريه، وزاره الصحه، مشكورين كل يعني لهم دور في هذا المجال، ونحن نشارك بحصتنا فيها. مهم الحديث عن تغير نظرة المرأة نفسها لهذا الموضوع، أو حتى الناس المحيطين في المرأة، بأنه إحنا في مجتمع شوي مقارنة كثير في مجتمع ذكوري. أنت حكيت لا مش ذكوري يعني في طيب. راح أفسر يعني طيب. كيف المرأة نفسها ممكن أنه هي تساهم؟ يعني في السابق ممكن أنه إيش أروح أعمل فحص سرطان للثدي، فحص مبكر يعني، وحساسية هذا الموضوع، كيف تغيرت هذه النظرة؟ وكيف أنتوا كناس شغالين في هذا المجال بتحاولوا تغيروا النظرة عند المرأة نفسها، وهي مسؤولة بالأساس عن هذا الموضوع؟ يعني الرجل إذا ما تحدثت المرأة حول بعض الألم في يعني حول هذا الموضوع ممكن ما ينتبه. يعني شوف في هذا المجال أول شيء لا يوجد دراسات فلسطينية حول رؤية المرأة وماذا يمنعها من الفحص، يعني ما عندنا، لا يوجد لحد الآن دراسة، وهذا الموضوع يعني هذا توجيه لا يعني سياسات وطنية أو سياسات تتبع لمؤسسة لجنة العمل الصحي، لابد من دراسة الأسباب اللي بتمنع النساء إنها ما تلجأ لعمل ظروف اجتماعية اقتصادية. طبعا أكيد في ظروف اجتماعية واقتصادية وثقافية. موضوع يعني حتى نرجع للتركيب الثقافية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني، بيعطي جمال المرأة قيمة عالية، الجمال المرتبط بجسد المرأة، المرتبط بمكونها الأنثوي. صحيح. فهذا الموضوع بالنسبة لها يعني الشيء الكثير، ويعني وهذا جزء من تنشئة وثقافة كيف أنها تبدو الأجمل، وكل الجسد هو عبارة عن يعني شكل أنثوي مقبول يجب أن يتم يعني أن يكون بأجمل حالاته وبأجمل تصوراته، وأحيانا هو ما يثبتها في داخل الأسرة. في حال سماحها عن هذا الموضوع وسماحها عن وجود مثل الأمراض، يعني خاصة مرض السرطان بشكل عام، مش بس سرطان الثدي أو السرطانات المختلفة، هو موضوع مرعب نوعا ما، مخيف، مربوط دائما بالموت، مربوط بإنهاء الحياة، مربوط. فبالتالي يعني بيصير هناك الأمل إنه ليش أنا بدي أروح أفحص، خليني أنا يعني أمشي هالحياة أو شكل، تخوف إنه يصير هناك علاج بإزالة الثدي نهائيا، أو تخوفات من إنه يصير تشوهات معينة. يعني في خلينا نقول مفاهيم خاطئة وتصورات خاطئة، ومش شرط إنه كل واحدة يكتشف عندها إنه يكون أول شيء خبيث، مش شرط إنه يصير عملية يعني إزالة الثدي أو الاستئصال. هون في علاجات متقدمة، في علاج، في أدوية، في إشعاعات، وبالتالي مطلوب انه نقوم اول شيء بدراسه حول الاسباب والمعيقات، وثاني شيء بالتوعيه في باعطاء صوره ذهنيه مختلفه عن الصوره الموجوده لدى النساء. ودائما يعني كمان في كثير من مش خلينا نقول التعاطف مع النساء المصابات، اكثر انه الشفقه وحرام، يعني هاي النظره هي كمان نظره قاتله للنساء. النساء ما بتحتاج لمثل هذه النظره، النساء قويات، بيحتاجوا اكثر ل احتضان، ترابط، تعاطف، تعزيز القوة والقدرة الموجودة عندها، الطاقة الموجودة عندها أنها تبرزها، وأنها هي يعني دائما المرأة الفلسطينية في جبارة في كثير من المواقف، في هذا الموقف هي تحتاج إلى دعم أكثر من نظرة الشفقة ونظرة الحزن ونظرة هاي الأمور. كثير من القد اللي بتمنعها أحيانا الفحص. أتمنى أن تستمر الفعاليات فيما تبقى من أيام خلال شهر أكتوبر، وأيضا هي كما أشرتي مستمرة الفعاليات التوعوية على مدار العام، ولكن تتركز في هذا الشهر. شكرا جزيلا لك سيدة شذا عودة، مدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي. سلام للجميع، سعد صباحك. شكرا جزيلا. شكرا لك مواطن مشاهدين. مشاهدين لفصل قصير، ومن بعده إلى استوديوهاتنا في غزة هذا الصباح مع إسماعيل وديه.
مباشرة إلى استديوهاتنا في غزة زميلة أسماء الودية هذا الصباح، وحملة أيادي الخير لدعم الطلبة الجامعيين. أسماء صباح الخير. صباح الخير خميس، يسعد صباحك أنت وكل الزملاء من عندك في استديوهات رام الله، لكل مشاهدينا الكرام وين ما كانوا بيتابعونا عبر شاشة تلفزيون فلسطين بفقرة جديدة من فلسطين هذا الصباح من استديوهات قطاع غزة، يسعد صباحكم وأوقاتكم. بالفعل اليوم رح نتحدث عن حملة أيادي الخير لمساعدة الطلبة الجامعيين طبعا محتاجين للمساعدة. بخصوص هذا الموضوع مشاهدينا يسعدني أن أرحب بضيفي المتواجد معي في الاستوديو لهذا اليوم، الأستاذ يحيى المدهون منسق حملة أيادي الخير لمساعدة الطلبة المحتاجين. يسعد صباحك أستاذ يحيى. يسعد صباحكم وشكرا لكم. يعني بداية نعرف السادة المشاهدين عن فكرة أو حملة أيادي الخير بشكل مفصل أكثر، تفضل. يعني حقيقة الشعب الفلسطيني يمر بظروف صعبة للغاية، وهذه الظروف تنعكس على مختلف فئات المجتمع. الطلبة يعني دائما يمثلون فئة من الشباب الذي هي بحاجة دوما إلى المساعدة والإسناد من أجل أن يرسموا مستقبل أفضل لحياتهم في ظل هذه الظروف الصعبة. تمام. حقيقة ما قبل الحرب والعدوان على غزة كانت الظروف صعبة جدا، وبعد العدوان على غزة ازدادت الأمور تعقيد. ومن خلال متابعتنا لاحتياجات الناس من داخل جامعة الأزهر وأيضا من واقع عملنا في الجامعات، وجدنا أن نسبة كبيرة من الطلبة يضطرون إلى مغادرة مقاعد الدراسة أو يؤجلون الدراسة إلى فصول قادمة، ومنهم من أجل الدراسة. طبعا هاي ملاحظة، عفوا على المقاطعة أستاذ يحيى، يمكن لاحظتوها بشكل متزايد أكثر بعد العدوان اللي كان متواجد في قطاع غزة. هذا صحيح، كانت موجودة قبل العدوان وبعد العدوان ازداد هذا العدد، ومنهم من يضطر إلى تأجيل الدراسة لفصول عدة من أجل تأمين رسوم دراسية لفصول قادمة. صحيح. وبالتالي هذا ينعكس على وضع التعليمي وعلى مستقبله. إضافة إلى ذلك أن الإعفاءات المقدمة في مختلف الجامعات الفلسطينية هي إعفاءات تستهدف فئات معينة، منها أبناء الشهداء، ومنها أيضا إعفاءات الأسرى، وإعفاءات لبعض المعاقين والمرضى. وهناك أيضا فئة محتاجة وفقيرة لا يعلمها إلا الله، وبالتالي الجهات المعنية التي تقوم بهذا الدور. لذلك نحن فكرنا بشكل جدي أن نطلق حملة، هذه الحملة أطلقنا عليها حملة أيادي الخير لمساعدة الطالب الفلسطيني المحتاج. ضمن فعاليات وبرامج مركز رعاية الفئات الخاصة. تمام. إذن أستاذ يحيى، هذا كان عن الفكرة بشكل عام وعن أسباب والدوافع التي يعني جعلتكم تتجهون نحو هاي الفكرة، عن استمراريتها أستاذ يحيى. نعم، هذه الحملة انطلقت قبل أيام قليلة، هذه الحملة ستستمر خلال الأيام المقبلة، ونحن لدينا فكرة أن تستمر هذه الحملة خلال أيضا الأشهر والسنوات المقبلة ضمن فعاليات وبرامج ستقوم بها هذه الحملة بالتواصل مع الجهات المعنية داخليا وخارجيا. وأعتقد أن هذا النشاط وهذا اللقاء هو جزء لإنجاح هذه الحملة المهمة، وهذا الدور إن شاء الله الريادي لفضائية فلسطين من خلال هذا اللقاء، أعتقد أنها تسهم بشكل فاعل في إنجاح هذه الحملة. نأمل من الله أن يوفقنا في هذا الاتجاه. يعني نتمنى في من خلال هذه الفقرة لهذا اليوم أنه نقدر نساعد ولو بالشيء البسيط لدعم حملة أيادي الخير. أستاذ يحيى، متواصلين معك بمحاور عديدة أكيد، ولكن دعنا إحنا ومشاهدينا الأعزاء ننتقل وإياكم إلى مقابلات وآراء الطلبة حول حملة أيادي الخير رصدتها كاميرا فلسطين هذا الصباح، ابقوا معنا. نحتاج ان المؤسسات تدعم باتجاه الطلبه، لانه في عندنا كثير من الطلاب اجوا دفعوا رسوم حجز مقعد ما همش يكملوا الرسوم. اكيد احنا بنشكر كل اللي قائمين على هذا العمل لدعم الطلاب في الظروف الصعبه. في كثير طلاب يعني من اللي تضررت بالحرب واللي انقصفت بيوتهم، ما همش يعني مش متوفر الامكانيات الماديه عندهم انهم يحجزوا مقعد او يدرسوا يكملوا الفصل. بحكي عن معاناتي، يعني والدتي سجلت الحرب هاي
في إلى طالب أخو جديد معي بالسنة الأولى نحاول نسحب الرسوم في مشاكل مش عارف شو ما في حدا بفيد. أنا بطالب حملة أيدي الخير بالاستمرار في دعم الطالب لأنه إحنا بنمر كطلبة في جامعة الأزهر إحنا بنمر بأوضاع صعبة جدا بالذات يعني بعد الحرب. في كتير من الطلاب غادروا الجامعة بسبب الظروف طبعا الاقتصادية صعبة إنهم مش قادرين يلبوا احتياجاتهم في الجامعة فإحنا بنطالب طبعا الدول المانحة إنهم يقدروا يساعدوا هذه الطلبة حتى يستمروا في التعليم. إحنا بنشد على هذه الحملة وبنطلب منهم إنهم يساعدوا الطلاب وإن شاء الله أي حد بيقدر إنه يساعد الطلاب في هذا الاتجاه لهم جزيل الشكر ولهم جزيل الخير إن شاء الله. إحنا كطلاب معلقين أمال كبيرة على هذه الحملة في مساعدة الطلاب وندعو جميع المسؤولين إلى الوقوف عند مسؤولياتهم لمساعدة الطلاب المحتاجين حتى لا يضطر هؤلاء الطلاب لترك مقاعدهم الدراسية تحت هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا. طلاب وطالبات الجود عندنا كمية هائلة كبيرة لحتى الآن ما سجلت ولا قادرين احنا نسجلهم لقانون الجامعة لأنه ما في حتى الآن دعم بالجامعة. يعني مشاهدينا كان الله في عون الطلاب الجامعيين وأيضا كان الله في عون أهالي هؤلاء الطلاب لأنه بالفعل الظروف الاقتصادية اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة جدا صعبة للأسف. يعني برجع برحب بضيفي الأستاذ يحيى المدهون. بعد الآراء التي استمعنا إليها وكانت بعض من الآراء التي رصدتها كاميرا فلسطين هذا الصباح، يعني لو نعرف من حضرتك أستاذ يحيى مين هم المستفيدين أو مين هي أكثر شريحة مستفيدة من هاي الحملة؟ أولا هذه الحملة كما تحدثنا هي انطلقت من ضمن مركز رعاية الفئات الخاصة وهي حملة ستستهدف بإذن الله جميع طلبة الجامعات في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة بقدر الإمكان، ليس مقتصرة على جامعة معينة أو مكان محدد، إنما بدأت هذه الحملة بتقديم بعض المساعدات العينية ورسوم الدراسية لعدد من الطلبة بكلية الدراسات المتوسطة في جامعة الأزهر، وهذه المساعدات جاءت عن طريق عدد من فاعلي الخير الذين فضلوا عدم ذكر اسمهم، وتتم إجراءات تسليم هذه المبالغ بطريقة عالية من النزاهة والشفافية. أخت أسماء، لابد أن نؤكد بأن هناك إقبال متزايد على الجامعات الفلسطينية وعلى التعليم نظرا لانسداد الأفق وانعدام فرص العمل في قطاع غزة، وبالتالي هناك أيضا حالة خنق شديد لدى فئة الشباب ومنهم من يحصل على شهادة التوجيه ويضطر لعدم الذهاب إلى الجامعة ويبحث عن فرصة عمل لتأمين عيشه. أنا أذكر هنا مثال، اثنين من الإخوة جاءوا إلى الكلية المتوسطة، أحدهم اضطر إلى مغادرة مقاعد الدراسة، قال بالحرف الواحد أنا أريد أن أؤمن حياة جامعية لشقيقتي حتى تستمر في التعليم. فهذا طبعا أمثلة كثيرة وصعبة. ضحى بمستقبله الجامعي وبمستقبله العملي أيضا مشان شقيقته أو أخته. طيب أستاذ يحيى، يعني آلية التبرع كيف ممكن تتم من قبل فاعلين الخير؟ يعني أولا نتحدث عن التبرعات المقدمة. التبرعات هنا تشمل تبرعات رسوم دراسية، تبرعات كتب ومقررات دراسية، أيضا تشمل كذلك تبرعات عينية. من ضمن الحملة قمنا بتوزيع عدد من الحقائب المدرسية والقرطاسية. بس عفوا على المقاطعة، أستاذ يحيى، يعني ننوه للزملاء بأنه يظهروا لنا الأرقام الممكن من خلالها يتم التبرع. تمام، إن شاء الله بتظهر هاي الأرقام على الشاشة مشاهدينا الأعزاء، ومن خلالها اكيد بيتم التبرع. تفضل. هذا شيء اكيد. اضافه الى يعني ذلك، يعني خلينا ننوه بانه في رقم حساب في بنك القدس، في بنك القدس رقم 6-8-0-9-3. اضافه لان هناك حوالات دوليه بامكان الاتصال علي بشكل شخصي، ومن تم سأزود الجهة التي ستقوم بهذا التبرع أو الشخص الكريم الذي يقوم بهذا التبرع بتفاصيل كاملة عبر الإيميل. نحن منفتحين على الجميع، وبالتالي نحن أيضا لدينا آمال كبيرة معلقة على أيادي الخير في الدول العربية وأيضا في مختلف الأماكن وفي قطاع غزة. والآن تظهر على الشاشة يعني رقم حساب البنك، بنك القدس، وأيضا رقم الهاتف الذي من خلاله من الممكن يعني التبرع والاتصال. طيب حدثنا عن رقم الهاتف، كيف ممكن آلية الحساب
تفضل. هو رقم الحساب 680093 بنك القدس. الاتصال بشكل شخصي ايضا يمكن تامين من خلاله رقم حساب لهذا المرقب الحساب مخصص لمركز رعايه الفئات الخاصه، ونحن نعمل ضمن برامج الشباب الخاصه بالتعليم، والحمله هدفها انقاذ الشباب من التشرد والتسرب الذي حدث نتيجه الظروف الماديه الصعبه وتقديم الدعم اللازم لهذه الفئه وهذه الشريحه الهامه. اضافه الى ذلك ان الحمله ستستهدف ايضا مستقبلا عدد من الخريجين، هناك مجموعة كبيرة بل بالمئات من الخريجين لا يحصلون على شهاداتهم الجامعية، تبقى محتجزة داخل هذه الجامعات. تمام. بسبب إذن هون بسبب بالعودة أستاذ يحيى لموضوع الفئات المستهدفة، يعني خلينا نرجع لهاي الفئات، مين هي ممكن؟ الفئات المستهدفة هي الطالب الفلسطيني بشكل عام، نبدأ الآن ضمن المراحل المختلفة، لكن نبدأ بطلبة الجامعات نظرا لأن الجامعات تحتاج دائما إلى تسديد للرسوم الدراسية، إضافة إلى ذلك الخريجين، هناك عدد كبير من الخريجين لا يحصلون على الشهادات بفضل نتيجة تكدس الرسوم الدراسية عليهم، وبالتالي إنقاذ هؤلاء الناس بإمكاننا أن نفتح أفق لديهم حتى يحصلوا على فرص عمل ويتوجهوا إلى سوق العمل ويكونوا رافد مهم في عملية البناء والتنمية في المجتمع. الشباب اليوم كثير وتحديدا شريحة الطلاب تعاني من أزمات كثيرة، هناك ارتفاع في تسعيرة المواصلات، هناك بعد لبعض الجامعات عن أماكن السكن للطلبة، وبالتالي هذا أيضا تكلفة على الطالب، وبالتالي أي شيء نحن نستطيع أن نقدمه للطالب المحتاج تحديدا، وهنا شيء مهم جدا الطالب المحتاج نركز، يجب أن يكون هذا الطالب مسجل لدى الحالات الاجتماعية في دوائر شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية، وأيضا يجرى على هذا الطالب بحث ميداني للتأكد بأنه بحاجة ماسة لهذه الرسوم الدراسية أو لهذه المساعدة، وذلك لضمان أقصى درجات الشفافية والنزاهة في العمل. أستاذ يحيى بس خلينا نوضح للسادة المشاهدين بأنه موضوع حملة أيادي الخير بيختلف عن موضوع الإعفاءات الجامعية اللي إحنا متعودين عنها، لأنه متى ما بنسمع أنه يكون مسجل لدى الشؤون الاجتماعية ومتواجد في سجل الجامعة بخصوص هذا الموضوع فبيتبادر لأذهاننا على طول الإعفاءات الجامعية. خلينا نوضح بأنه الموضوع مختلف، هاي حملة بتهدف إلى مساعدة الطلبة المحتاجين بعيدا عن موضوع الإعفاءات. إذن في شرطين ممكن من خلالهم يحصل الطالب الجامعي على هدول أو هذه الحملة من خلال هدول الشرطين، لو بتوضحهم لنا مرة تانية أستاذ. إحنا نقول بأنه بنتواصل مع دوائر شؤون الطلبة في مختلف الجامعات إن شاء الله، إذا بيكون في ما لدينا ما يسعفنا لتقديم ذلك نتصل بالجامعة وأيضا نطلع على ملفات الطلبة المحتاجين هناك. هناك طبعا كل دائرة من دوائر شؤون الطلبة تقوم تسمح بتقديم طلبات شؤون اجتماعية وحالات خاصة، هذه الحالات تكون مسجلة لديها مرفقة بالأوراق الثبوتية التي تؤكد أن هذا الطالب بحاجة إلى مساعدة، لربما والده مريض بالسرطان كما حدث معنا بالأمس في كلية الدراسات المتوسطة، جاء أخ كريم ودفع مبلغ مالي لصالح تسديد رسوم طالبة جامعية والدها مصاب بالسرطان، هذه الطالبة كادت أن تغادر مقعد الدراسة لولا هذا التبرع الكريم لكانت الآن هي خارج الجامعة، وبالتالي هذا بيأثر على مستقبل شبابنا وفتياتنا. نسعى نحن من هذه الحملة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء. نؤكد بأن هذه الحملة فقط تستهدف الطالب الفقير والمحتاج، وهذه الحملة ستعمل بأقصى درجات المهنية العالية من أجل تأمين ما يلزم لهذه الفئة التي تحتاج بالفعل إلى المساعدة. طيب أستاذ يحيى، هل هاي الحملة فقط مقتصرة على الرسوم الجامعية أم في أمور أخرى ممكن تمدوا الطالب فيها؟ نحن على استعداد لاستقبال أي نوع من التبرعات، وتحدثت بأن مركز فتى تقدم بعدد من الحقائب المدرسية لعدد من الطلبة، يعني أكثر من 70 طالب استفاد من الحقائب المدرسية. يمكن الطالب الجامعي ما يستفيدش من الحقيبة المدرسية، بس هذا الطالب الجامعي هو محتاج وفقير، ولو وصلت هذه الحقيبة إلى منزله وإلى أسرته بالتأكيد هيستفيد منها أشقائه في المدارس، وبالتالي هذا يسهم في تعزيز العمل. إضافة إلى ذلك خلينا ننوه مرة أخرى للسادة المشاهدين، مشاهدينا الأعزاء، الأرقام حاليا عم تظهر على الشاشة للتبرع لصالح يعني حملة أيادي الخير لمساعدة الطلبة المحتاجين في الجامعات الفلسطينية. تفضل أستاذ يحيى. يعني هنا نؤكد بشكل واضح بأن هذه الطبقة وهذه الفئة المستهدفة هي فئة مهمة في المجتمع، وهذا الشباب هو عماد المستقبل، هذا الشباب الذي بدأ يفكر في الهجرة وهاجر وجازف ومات في وسط البحار هو بحاجة اليوم لمن ينقذه من هذه المحن وهذه الويلات
لأنه بالفعل نحن نتيجة ممارستنا واستقبالنا لعدد كبير من الشكاوي وعدد كبير من الناس الذين لديهم ليس لديهم مقدرة في دفع الرسوم الدراسية تلمسنا هذه الحاجة وقمنا بشكل واضح بإطلاق هذه المبادرة عبر مركز رعاية الفئات الخاصة. نأمل من الله عز وجل أن تنجح هذه الحملة وأن ترسم البسمة على وجوه هؤلاء الطلبة المحتاجين بالفعل. طيب بالحديث عن موضوع الهجرة اللي طرقت له حضرتك أستاذ يحيى، يعني لاحظنا في الآونة الأخيرة بأنه فعلا الشباب الفلسطيني صار مصمم على فكرة الهجرة إلى الخارج بسبب عدم توفر فرص العمل بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة. يعني هل هاي الفكرة كانت ناتجة أيضا من وجود هذا السبب الصعب اللي بيلجأ له أهالي قطاع غزة وخاصة الشباب الفلسطيني؟ نعم، الشباب الفلسطيني هم عماد المستقبل، وكما نعلم بأن الشعب الفلسطيني يعاني من ويلات كثيرة، وبالتالي أنا بعتقد أن التفكير بالهجرة لم يأتي إلا من خلال ظروف قاسية ومأساوية يعانيها الشاب الفلسطيني. الخريج الجامعي يتخرج من الجامعة ولا يجد فرصة عمل، الشباب الجامعي يريد أن يستكمل دراسته الجامعية لا يجد من ينقده ويدفع عنه الرسوم الدراسية من أجل إكمال دراسته، وبالتالي كل هذه الظروف مجتمعة تساعد وتساهم في التفكير بشكل جدي لدى الشباب الفلسطيني في الهجرة إلى الخارج والمجازفة من أجل ذلك. الغريب أن هذه الهجرة الآن تستحوذ على الكثير من الشباب، لذلك نحن من خلال هذه الحملة نؤكد مرة أخرى إلى أصحاب الأيادي البيضاء وأيادي الخير لدعم الطالب الفلسطيني ومساندته من أجل إنقاذ حياته وإنقاذ حياة الأسر الفلسطينية. يعني بنتمنى بأنه هاي الرسالة الجميلة جدا اللي حاولنا إيصالها اليوم للمشاهدين تكون وصلت، وإن شاء الله بيكون في ردود أفعال أيضا رائعة بخصوص هاي الحملة. شكرا جزيلا لحضرتك، شرفنا ونورتنا لليوم الأستاذ يحيى المدهون منسق حملة أيادي الخير لمساعدة الطلبة المحتاجين، يسعد صباحك. شكرا لكم جميعا. مشاهدينا الأعزاء لهون بكون وصلت وإياكم لختام فقرتنا لليوم من استديوهات قطاع غزة، انتقالا وإياكم لاستديوهاتنا في رام الله. خميس، يسعد صباحك. يسعد صباحك زميلة أسماء الودية، شكرا جزيلا لك ولضيفك هذا الصباح. مشاهدينا لفصل قصير من ونكون من بعدهم محطة أخرى في صيانة الصباح، كل معنا. المجلس الأعلى للإبداع والتميز وللعام الثامن على توالي قامت مؤسسة النيزك للتعليم والمساندة والإبداع العلمي بتنظيم حفل إطلاق مشاريع ريادية فلسطينية شابة في العلوم والهندسة والتكنولوجيا ضمن برنامج صنع في فلسطين. هذا الصباح معنا المهندس عارف الحسيني مدير مؤسسة النيزك للتعليم المساند والإبداع العلمي. نتحدث عن هذا البرنامج صنع في فلسطين والنسخة الثامنة واختيار المشاريع الريادية هذه. صباح الخير مهندس عارف، مرحبا بك معنا إلى فلسطين هذا الصباح. يسعد صباحك أخي خميس وصباح جميع المشاهدين. سبق وتحدثنا في سنوات ماضية عن هذا المشروع، ولكن ما الجديد هذا العام صنع في فلسطين لهذا المشروع؟ الجديد في هذا العام هو الوصول إلى الأسواق الفلسطينية والإقليمية والعربية وربما العالمية. هذا الهدف الأساسي من صنع في فلسطين من العام 2005، ولكن على مدار السنوات كان هناك مسيرة إجبارية علينا أن نمشي فيها، وهي بناء الثقافة وبناء هذه الشجرة التي نقطف ثمارها اليوم في صنع في فلسطين 2014. ثمانية مشاريع شابة، لا نتكلم عن عشرات أو مئات المشاريع، ثمانية مشاريع شابة جاءت من قلب 300 مشروع تقدم إلى صنع في فلسطين. كل واحد من هذه المشاريع يصلح أن يكون غدا صباحا في الأسواق المحلية والإقليمية. كل مشروع من هذه المشاريع هو منتج نحتاجه في حياتنا اليومية،
لا نتكلم هنا عن تكنولوجيات معقدة ولا نتكلم عن إمكانيات أكبر من الإمكانيات الفلسطينية، منتجات يمكن أن تصنع محليا، أن تشغل أيدي عاملة فلسطينية، أن تستخدم كل الإمكانات والقدرات المحلية وأن تلج إلى الأسواق المحلية والعالمية. هنا التحدي الأبرز وصولها للأسواق المحلية والعربية. نحكي عن السعد المحلي، إيش التحدي؟ وكمان إذا بتعطينا فكرة عن طبيعة هذه المشاريع الثمانية، ما أردنا نلخصها. التحدي الأكبر هو الاستثمار. إحنا في مستثمرين. إحنا في لقاء الأمس مع تقريبا 130 مستثمر فلسطيني وعربي جاءوا خصيصا لمشاهدة هذه المشاريع، تم عرضها على أيدي أصحابها وتم مناقشتها ورؤية خطط الأعمال تبعتها وآلية عملها وآلية دخولها إلى الأسواق. التحدي الأكبر هو بجذب رأس المال الفلسطيني إلى مثل هذه المشاريع وإقناع المستثمر بأن يستثمر بها. أنت تعلم أخي خميس بفلسطين وبالأراضي الفلسطينية اليوم أغلب الاستثمارات هي في قطاعات العقارات وفي قطاعات تسمى مضمونة بشكل أو بآخر، يعني بنشتري شقفة أرض بنبني عليها عمارة بنبيع شقق أكيد الربح تبعها مضمون. الاستثمار بالتكنولوجيا وبالعلوم التطبيقية وبشركات ناشئة يمتلكها الشباب ويشاركهم المستثمرين بها ما زالت ثقافة تحتاج إلى التأسيس والتجذير والتوطيد في فلسطين. هذا التحدي الأكبر، ونحن على أمل أن على الأقل من ردة الفعل اللي شاهدناها بالأمس على أمل أنه خلال الأسابيع القادمة عدة شركات ناشئة من هذه المشاريع الثمانية نجدها في بمنتجات موجودة على الرفوف في أماكن المبيعات الفلسطينية ويكتب عليها بالفعل صنع في فلسطين. نتبع بعض المقابلات الخاصة بالموضوع. مشروعنا هو عبارة عن سمارت انتراكتف تريدميل، يعني جهاز رياضي تفاعلي ذكي بمكنك بالتفاعل مع الألعاب الإلكترونية أثناء ممارسك الرياضة. فهذا الحكي بحل مشكلة الملل اللي موجودة كتير في الأندية الرياضية أو في كل الناس اللي بتمارس رياضة في الأندية الرياضية. فجهازنا بحل هاي المشكلة. طبيعة التفاعل بين الجهاز واللعبة هي بتكون باختصار أنه فيك بيرفع التريدميل معك وقت ما ترفع اللعبة أو بيزيد السرعة، وأكيد فيك تتحرك شمال ويمين بالكاركتر اللي قدامك. طبعاً جهاز سمارت تريدميل رح يقوم بإنهاء الملل الموجود بالنوادي الرياضية، وهو عصر جديد وتكنولوجيا جديدة للنادي الرياضي كامل تفاعلي. بخصوص مؤسسة النيزك، مؤسسة النيزك ميزتها إنك أنت بتروح لها بفكرة تقدر تحول هاي الفكرة لواقع. يعني قدمت لبرنامج صنع من فلسطين في فلسطين قبل سنة، كانت مجرد فكرة وخيال براسي، شيء تخيلته أنا في نادي الرياضي. قدرت أروح لمؤسسة النيزك وهي بعد سنة صار جهاز قائم، كل الجرافيكس وكل السنسور وكل إشي يعني كنا محتاجينه قدروا يوفروا لنا إياه مؤسسة النيزك، سواء كانت بخبرتهم معنا ومساعدتنا أو بالقطع اللي ممنوع توصل فلسطين أصلاً. مشروع اللي هو طابعة نبض. طابعة نبض اللي هي طابعة خاصة بالمكفوفين تقوم بتحويل النصوص المرئية اللي اللغة اللي ندرسها إحنا أو نقرأها إحنا إلى لغة بريل، اللغة التي يقرأها المكفوف بطريقة أوتوماتيكية دون الحاجة إلى الماكينات اليدوية مثل ماكينة بيركنز. طبعا جاءت فكرة المشروع من خلال حياتنا اليومية، حياتنا في السكنات، مشاهدة الطلبة المكفوفين ومعاناتهم للحصول على المقررات الجامعية. مشروعي هو تطبيق معاملاتي. تطبيق معاملاتي هو مشروع برمجي على الهواتف الذكية بيساعد المواطنين عشان يعرفوا طبيعة الإجراءات والمستلزمات الورقية لإنجاز أي معاملة تابعة لدائرة حكومية، بتحل لهم إمكانية إنهم يعرفوا من وين يروحوا يجيبوا هاي المتطلب من أي دائرة حكومية مع مكانها هاي الدائرة. بعطيهم فرصة إنهم يعرفوا مكاتب وشركات ممكن يستفيدوا منها هلا أو مستقبلا. تطبيق معاملاتي تطبيق ضروري لكل مواطن بيحتاج يعمل معاملة. حاليا تطبيق معاملاتي محتوى على عدد صغير من المعاملات نسبة للحجم الكبير المتوفر، ولكن هاي بداية حلوة انه نبلش نفكر بتطبيق ممكن يساعد المواطن يوصل له فكر يسهل عليه وقته وجهده انه يعمل المعاملة. اهلا من جديد سيد الحسيني، يعني احنا طلعنا من خلال المقابلات على 3 مشاريع من 8، الجهاز الرياضي والطابعه ومشروع تطبيق المعاملات اخيرا هذا خاص بالمعاملات الحكوميه. 5 مشاريع الاخرى اذا تمكننا سنناقشها او نتعرف عليها ولو بشكل بسيط، ولكن اين وصلت هذه الموضوعات؟ يعني انت تحدثت عن امنيتك بان تكون خلال الفتره المقبله هذه المنتجات تدخل السوق المحلي او السوق العربي. كيف التفاعل كان من قبل المستثمرين العرب والمستثمرين الفلسطينيين وإمكانية أن ترى هذه المشاريع اللي هي زبدة
300 مشروع، وأكيد مشاريع أخرى تستحق أن تكون يعني، ولكن ربما الحجم أو العدد أنتم تحكمتوا في العدد أن تكون 8، فكيف التفاعل، كيف راح نشوفها بالفعل في هي المشاريع الفوق؟ هي عشان نكون دقيقين، هي 14 مشروع، 6 في قطاع غزة تعذر عرضهم بسبب مشاكل الكهرباء ومشاكل القطاع في هذه الفترة، ويوجد 8 في الضفة الغربية. ردة الفعل كانت مذهلة بالنسبة لنا، لأنه في العام الأول نعرضها أمام مستثمرين وليس أمام فقط جمهور عام، يعني كانت الدعوة بالأمس فقط لرجال أعمال ومستثمرين عرب وفلسطينيين. المشاريع الثلاثة اللي شفناها، كل مشروع من هذه المشاريع اهتم فيه على الأقل بين 10 ل 15 مستثمر، تركوا البطاقة التعريفية فيهم، كتبوا على ورقة بماذا هم مهتمين. خلال الأسابيع القادمة كل شاب وشاب من المبتكرين والرياديين أصحاب المشاريع سوف يزور المستثمر في مكتبه، يعرض عليه خطة الأعمال. نحن بالأمس عرضنا المشاريع، ولكن يوجد أيضا في الكواليس خطة أعمال دقيقة ومفصلة واحتياجات مالية بروبوزل كامل، بزنس بلان كامل. اللي خطة الأعمال هاي هي ديناميكية، يعني تعدل وتصلح وتلائم طبيعة الاستثمار اللي ممكن يعرضه المستثمر على كل شاب وشاب. المشاريع اللي شفناها هي مشاريع نحتاجها، يعني سواء من التطبيق معاملاتي، كلنا بنعاني من مشكلة المعاملات الحكومية، كلنا بنشتري لما بنحب نكون رياضيين شوي، أخ خميس بنشتري ماكنة ركض بنحطها في البيت، بعد بأسبوع بتتحول لعلاقة أواعي منستعملهاش تقريبا. هذا الآلية الجديدة بتخليها تفاعلية أكثر وبتخليها أكثر فاعلية. وطابعة المكفوفين اليوم، كل كفيف يحتاج إلى مساعدة في الطباعة، يحتاج إلى جهاز حاسوب، يحتاج إلى طابعة حقها 4 أو 5 آلاف دولار، يحتاج إلى مؤسسة تدعمه. اليوم هاي طابعة بسيطة رخيصة الثمن خفيفة الوزن، لا تحتاج إلى جهاز حاسوب، بنحط فيها الفلاش ميموري، نكبس كبسة بيطلع ممكن أن تسوق محليا وعربيا. لو رجعنا لورا شوي وشفنا المشاريع السابقة في السنوات اللي مضت، وين هي في السوق؟ احنا اللي فازت، يوجد 7 شركات يعني على مدار ال4 سنوات الأخيرة نجحنا بتأسيس 7 شركات فلسطينية، كل شركة مبنية على فكرة إبداعية شاركت بصنعة في فلسطين من الأعوام 2009 وحتى العام 2012. بعض الشركات هاي نجحت وعندها اختراقات كبيرة في السوق، مثل شركة كونسبت، شركة آيريس، شركة القدس للصناعات الميكانيكية. هاي شركات اللي طورت منتجاتها اللي كانت منتجات ريادية في صنعة في فلسطين، اليوم هي شركات تشغل أصحابها بداية وتشغل أيضا فئة الشباب المتميز علميا وتكنولوجيا. انتوا راضيين عن هاي النسبة من المشاريع اللي بالفعل نجحت وصار لها وجود في السوق؟ احنا ما زال يعني الحديث عن نجاح لتبني هذه الأفكار الريادية من قبل المستثمرين لسه احنا وقت. راضيين عن المسيرة. المسيرة هي بطيئة جدا وهذا متعارف عليه عالميا، ولكن يوجد نتائج في هذا العام بشكل خاص. سقف التقنيات المستخدمة في المشاريع هو أقل من سقوف سنوات سابقة، والسبب الأساسي أنه اليوم احنا بنعرف تماما شو الحاجة في السوق وكيف ممكن ندخله. في 8 مشاريع في الضفة الغربية نحن نحلم الآن ب8 شركات. في خوف عند المستثمرين إنه هذا مشروع جديد وشاب ريادي أو شابة ريادية عنده فكرة قدمها للنيزك، النيزك طوروا له إياها الآن ممكن تطبيقها، ولكن المستثمر بهم بالدرجة الأولى الأموال الربح. صحيح. في خوف، بتشوفوا إنه في خوف؟ يعني المستثمر الفلسطيني أو العربي الذي ينظر فقط إلى الربح المالي وفقط إلى الربح المالي، لا شك إنه في عنده خوف كتير كبير. في عنده مبلغ من المال ممكن يستثمره في البنوك، ممكن يستثمره في أسواق أكثر ضمانا، في شقق سكنية وفي غيره. الحل اللي وفرناه، يعني احنا المسيرة هي تتبعها مؤسسة النيزك، هي محاولة إيجاد اختراقات في هذا المجال. فهذا العام يعني أكبر استثمار مطلوب هو بين 50 ل 70 ألف دولار، لا نتحدث عن استثمارات بالملايين. رجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين ممكنهم أن يغامروا في هذا المشروع، واللي نسبة الخطر فيه لا تتعدى 10 ل 15%، لأنه المنتجات هي واقعية إلها زباينها،
لها احتياج كبير في الأسواق المحلية، يوجد مخاطرة مثل مخاطرة بأي بزنس جديد. يعني حتى لو بدنا نفتح بقالة تحت البيت يوجد هناك نوع من المخاطرة. فإحنا بندعو من خلال شاشة تلفزيون فلسطين وبرنامجكم السباق والريادي دوما في رعاية الريادة العلمية، وإحنا على مدار السنوات كانت نافذتنا الأساسية شاشة تلفزيون فلسطين حتى نوصل بهذه المشاريع للعالم. إحنا بنقول للمستثمر هذه دعوة للتجربة، لا يوجد خطر كبير، ولكن الأفكار الريادية والإبداعية ممكن أن تخترق الأسواق وأن تطور خطط أو قصص نجاح كبيرة نفخر بها جميعا كفلسطينيين. شكرا جزيلا لك المهندس عارف الحسيني مدير مؤسسة النيزك للتعليم المساند والإبداع العلمي. صباح الخير، مبروك للفائزين، تحياتنا لهم للمؤسسة كمان. شكرا جزيلا. شاهدين المحاضرة الأخيرة من فلسطين هذا الصباح، جسور من غزة، هذا البرنامج الإذاعي كما أشرنا يبث على ضمن شبكة إذاعات محلية صوت فلسطين أيضا، ويبث عبر فلسطين مباشر، يسلط الضوء على قضايا إنسانية في قطاع غزة في الفترة الأخيرة عقب العدوان الإسرائيلي على غزة، ويبث بالتعاون مع شركة الإنترنيوز. سنتحدث عن هذا البرنامج بعد أن نشاهد هذا التقرير لزميل نمر عبد الرزاق. تحالف جسور الإعلامية راديو ألوان غزة، راي اف ام، رامالة، طريق المحبة، نابلس، إذاعة الفجر الجديد طول كرم، منبر الحرية، الخليل، إذاعة حلا القدس، بيت لحم 2000، بيت لحم، إذاعة ناس جنين. ونرحب بكم أينما تواصلتم معنا مستمعينا الكرام لهذا اليوم. مع نهاية العدوان على قطاع غزة ابتدأ العمل على برنامج جسور من غزة، والذي يبث على أثير صوت فلسطين وشاشة فلسطين مباشر بالشراكة مع شبكة الإنترنيوز الإعلامية وتحالف جسور الذي يضم 8 إذاعات محلية، ليشكل نواة لطاقم إعلامي متخصص للتعامل مع هذه الظروف. برنامج جسور مع غزة برنامج إذاعي كان طاقم كامل متكامل بالإعداد وبتسجيل الومضات بالإخراج، كانت فكرة كثير إيجابية. يمكن إحنا اللي كان مميز أنه بنعمل ضمن فريق كبير، وهذا كان موجود في روح الفريق. قدرنا نقدم فعليا مساعدات للناس من خلال إيصال صوت الناس للمسؤولين. يمكن للأول مرة اللي كان بشكل إيجابي أنه كنا نحكي مع مسؤولين دوليين، وهذا كان إشي كتير منيح، ويعني للإذاعة وتلفزيون يعني فلسطين مباشر وللإذاعة وللإعلام بشكل عام، إنك تجيب مسؤول أممي يحكي عن خطط ومشاريعه في برنامج جسور مع غزة الذي يبث عبر 8 إذاعات محلية إضافة إلى قناة تلفزيون فلسطين مباشر. تحالف جسور الإذاعي ومن خلال مشاركته في هذا البرنامج أعطى البرنامج بعد وعمق أكثر وجمهور أوسع للإطلاع على المشاكل اللي بعاني منها غزة. إحنا كمعدين وأيضا مذيعين في هذا البرنامج لمسنا أراء الناس من خلال حتى في المواصلات، أنه بيقولوا لك أنه والله بنسمع البرنامج وأنتم شاكرين لجهودكم، وإحنا أول مرة بنعرف أنه غزة فيها هيك وهيك. يعني أصبح البرنامج مصدر للمعلومة للجمهور الفلسطيني فيما يتعلق بالمشاكل اللي بعاني منها قطاع غزة بعد العدوان. يهدف البرنامج إلى تقديم المساعدة إلى كافة القطاعات المدمرة بفعل العدوان، وذلك بطرح مشكلة في كل حلقة واستضافة المسؤولين لبحث آلية المساعدة. ولكن الفكرة جاءت بعد سعي وزارة الإعلام لتأسيس طواقم إعلامية متخصصة بإعلام الطوارئ. إعلام الطوارئ كان هو الإعلام الأول بفلسطين، وأنا كمان بشارك في إعلام الطوارئ. بلشنا بحرب غزة، ولقدام شوي رح يكون معنا كمان مشاريع تعنى يعني الأمور الإنسانية والإغاثية لأهلنا في قطاع غزة. إعلام الطوارئ بيخدم المواطن كيف سيتعاطى مع المؤسسة الرسمية وكيف تتعاطى المؤسسة الرسمية مع المواطن، وبالتالي في هذا النمط من الإعلام هناك حلقة دائرية ما بين الاتصال والتواصل، وهذا يحتاج إلى مهارات خاصة للتعاطي معه بشكل يؤدي إلى نتائج إيجابية في ما بين المؤسسة الرسمية والمؤسسة العاملة في الطوارئ وما بين احتياجات المواطن. إعلام الطوارئ تجربة جديدة في فلسطين لم تطرح سابقا، ليسلط الضوء على كيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية أو التي يفتعلها الإنسان كالحروب. جسور غزة برنامج إذاعي يحمل خلال ساعة على الهواء مباشرة هموم المواطنين في غزة بعد عدوان همجي استهدف كل شيء، ليرسم ملامح إعلام الطوارئ لأول مرة في فلسطين. لبرنامج فلسطين هذا الصباح نمر عبد الرازق، تلفزيون فلسطين.
شكرا لزميلنا نمر عبد الرازق على هذا التقرير، ونبقى في نقاش هذا البرنامج الذي تابعنا هذا التقرير حوله، وهو برنامج يسلط الضوء على القضايا الإنسانية في عقاب العدوان الإسرائيلي على غزة وحل بعض القضايا الإنسانية العالقة. هذا الصباح معنا دكتور محمود خليفة وكيل وزارة الإعلام. صباح الخير دكتور، مرحبا بك معنا لفلسطين الصباح. معنا أيضا السيدة جوليا بيتنر المدير الإقليمي للإنترنيوز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. صباح الخير، مرحبا بك معنا إلى فلسطين هذا الصباح. هل تحققت سيدة جوليا حتى اللحظة من خلال الحلقات التي بثت من جسور من غزة، أو تحقق الهدف المطلوب وهو حل أو تركيز على القضايا الإنسانية في عقاب العدوان الإسرائيلي على القطاع وما أكثرها في غزة القضايا الإنسانية؟ يوجد مشاكل داخلية بالتأكيد، ونفس الوقت هناك الكثير من الأهداف، والهدف الرئيسي هو أن نقدم المعلومات التي يمكن للناس أن يستخدموها، وذلك الحصول على المساعدة والحصول على حقهم في هذه المساعدات، وهذا الأمر مستمر، ونحن طبعا نحقق هذا الهدف. يستمع الناس إلى البرنامج، تزداد معلومات الناس في ذلك، ونحصل على تغذية راجعة من الناس، و هذه المعلومات المتعلقة باحتياجات هؤلاء الناس نبعث فيها إلى مؤسسات الحقوقية، وكيفية تقييمهم للوضع وتقديمهم لهذه الخدمات، وأيضا تقديم كل ما هو مطلوب لأهل غزة. فنعم نحقق هذا الهدف في حد ما، وهو التغيير إلى حد ما في بعض القضايا هناك. دكتور، ذكر التقرير زميلنا نمر عبد الرازق إعلام الطوارئ اللي ما كان موجود، أو طريقة التعامل في هذا النوع من الإعلام يعني مش بالمستوى المطلوب. أنا كيف تفكر في وزارة الإعلام وأنتوا أيضا شريك في هذا يعني هذا هذه الرؤية حاضرة منذ نحو 3 أعوام، وسعينا لتحقيق مركز للطوارئ من أجل أن يقدم البيانات والمعلومات للمواطن، للرأي العام، للإعلاميين، للمؤسسات الإعلامية في لحظات نحن بأمس الحاجة فيها للمعلومات، حتى لا نكون عرضة لأي إشاعات في لحظات الخطر. وهذا يعني ما كنا قد توصلنا له مع السيدات والسادة في الإنترنيوز، وتحقق هذا العام. كان لابد أن نذهب في ظل الهجمة العدوانية الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، كان لابد وأن نقدم شيء في هذا الإطار على الأقل فيما يتعلق بالمعلومة. من هنا كانت غرفة الطوارئ، ودعني أسميها خلية الأزمة الإعلامية التي تشكلت بقرار من رئيس الوزراء، وذهبنا في مجالات مختلفة. هذه المجموعة الإعلامية كانت بداية ثمرة لأن نوصل من خلال البرنامج ومن خلال الصوت ومن خلال الصورة، من خلال تحالف مجموعة من محطات الإذاعة والتلفزيون، وعلى رأسها هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتلفزيون والإذاعة، التي قدمت كل الإمكانيات اللازمة حتى نوصل الرؤية الفلسطينية المتكاملة. دعني أقول هنا أن نضع المسؤول أمام مسؤولياته، أن نضع المواطن أمام يعني المتطلبات والواجب أن يقوم به في مثل هذه اللحظات، وأعتقد بأننا يعني نجحنا إلى حد ما كما قالت السيدة جوليا، بدلالة أننا ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية من هذا البرنامج، وهي مرحلة أعتقد بأنه سيكون لها تأثير على الشتات الفلسطيني في الخارج أيضا. وهنا أسألك عن المرحلة الثانية سيدة جوليا، كيف ستكون هذه المرحلة، وأيضا المعلومات التي تقدم من غزة؟ يبقى الجمهور فلسطيني فلسطيني، يعني صاحب المشكلة هو فلسطيني والمستمع إليها فلسطيني وصاحب الحل فلسطيني، ولكن نحن معنيين بشكل أو بآخر أن يسمعها غير الفلسطيني. كيف ستساهم الإنترنيوز في طرح هذه القضايا وعلى بساطتها وعلى تعقيدها إلى العالم الخارجي؟
للعالم الخارجي نحن نتحدث عن إنتاج الكثير من المعلومات، وذلك لممولين مختلفين في المجتمع الدولي حول ما يحصل هنا وبيحصل في قطاع غزة، وفي المرحلة القادمة ستتركز على تغطية إعادة البناء وستبرز الكثير من التحديات في هذا المجال، فالمعلومات ستكون مختلفة. نحن لا ننظر إلى عدد الشاحنات التي ستدخل إلى قطاع غزة، وإنما ماذا سيحدث فيما بعد، كيف يمكن لمواطني غزة الوصول إلى ما يقدم هناك. كما تحدث الدكتور خليفة، متابعة السلع الداخلة إلى قطاع غزة بالإضافة إلى متابعة العهود التي قطعتها الدول تجاه شعب غزة، فالشعب هناك يتوقع من أن السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الوحدة الوطنية ستكون هي الرائدة في عملية إعادة البناء. فسنتحدث المزيد عن هذا الموضوع مع المسؤولين وكيف تسير الأمور إلى الأمام وما هي الخطط الموجودة لديهم، وسنتحدث مع المجتمع الدولي والمانحين عما يفعلونه وكيف يفعلون ما يقع على عاتقهم، كيف يصلون إلى قطاع غزة، كيف يوصلون المساعدات إلى غزة، وكيف يمكن لسكان غزة الحصول على الإسمنت وعلى المساعدات والحصول على كل المواد الضرورية لبدء عملية إعادة البناء. وليست الأمور متعلقة بعدد الشاحنات التي ستدخل، مثلا شاحنات الإسمنت، فالكثير من التحديات يقع أمامنا. وسنتحدث مع المانحين، مع حكومة الوحدة، مع المجتمع الدولي حول هذا الموضوع لكي يدرك المجتمع الدولي، أن يدرك ما يحدث. هذا بالمجمل شكل المرحلة الأخرى من جسور من غزة؟ هذا الشكل. هل شعرتم هل شعرتم بأنه المعلومة أصبحت بشكل أو بآخر متاحة للجمهور، للمسؤول من غزة؟ هل شعرتم بأن يعني ما يحدث في غزة الآن هو الجميع يطلع بشكل أو بآخر على أبرز المشاكل العالقة التي خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة؟ يعني في المرحلة الأولى هل تم إلى أي حد أنتم راضيون عن التغطية، إنجاز للتعبير في هذا الخصوص؟ أنا راضية بالتغطية، ولكن أعتقد كما نتحدث عن الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني ويبذلون كل ما لديهم من جهد من أجل ذلك، سيكون هناك طبعا برنامج تلفزيوني حول هذا الموضوع، لأننا بحاجة إلى توضيحات أكثر وإلى تفاصيل أكثر، إلى معلومات مفصلة، وليس كما يحدث حقيقة على الراديو فقط. برنامج الراديو سيكتمل، وبالإضافة إلى ذلك سيكون هناك برنامج تلفزيوني حي ومباشر من استوديوهات تلفزيون فلسطين، وسنعمل مع التلفزيون من أجل إنتاج برنامج أسبوعي كل أسبوع ساعة كاملة تغطية لهذه المواضيع. هذا الأمر جرى الاتفاق حوله مع الأخ رياض الحسن رئيس مجلس الإدارة، وسيتم تطبيقه في الفترات اللاحقة. ولكن أريد أن أؤكد على أمر مهم جدا، أن إعلام الطوارئ بالأساس هو موجه للشأن الداخلي، وما أشارت له بأن مهمة هذا الجمع الإعلامي أن يرشد المواطن الفلسطيني إلى مجموعة القضايا والمخاطر والمسارب التي يمكن أن يذهب نحوها. أما فيما يتعلم نحن تعدينا مرحلة الطوارئ، صار عندنا في وضع قائم وبحاجة إلى علاج ونقاش قضايا إنسانية شائكة عالقة. هذا هو العنوان الآخر الذي أشارت له، وهو أن يعني نضع الجهات الدولية أمام مسؤوليتها، أن نسلط الضوء على الاحتياجات. هذا ما نريده، هذا ما يحتاج المواطن، هذا ما يمكن القيام به، هذا ما وعد به ولم ينفذ، هذا ما نفذ ما إلى ذلك. وهذا سنتابعه بالتأكيد في إطار هذه المجموعة في المراحل اللاحقة، ماذا نفذت الحكومة، ماذا نفذت المؤسسات، وماذا قدمت المجموعة الدولية والمجموعة العربية. يجب أن يعلم المواطن
كل تفاصيل هذه الأمور. البرنامج فيه فسحة أو مجال للمشاركات الناس في طرح القضايا العالقة بالنسبة لهم. بتشوفي تفاعل المواطنين في غزة في هذا المجال؟ أعتقد بأن التفاعل كان جيد وأتحدث بصراحة، أحيانا جيد وأحيانا يكون محبط. لماذا محبط؟ لأنه لا يمكننا حل المشكلة على الهواء مباشرة عندما تطرح تلك المشكلة، ولكن نحاول أن نحصل على المعلومة، نحاول أن نفهم كيف يمكن حلحلة الأمور. ولكن هناك تفاعل، وكان هناك حالة في قطاع غزة من خلالها تمكن مساعدة ناس في مساعدة أنفسهم بأنفسهم، فهناك تفاعل واضح وهناك مجموعة جيدة يتم التعامل معها في البرنامج. وأنا سعيدة جدا في كيفية استمرارية الأمور وسيرورة الأمور، كما تحدث الدكتور خليفة أنه عندما يكون هناك أزمة يجب معالجتها ويجب أن يكون هناك مقارنات بعد الأزمة لتقارن الوضع الحالي فيما حدث وكيف الناس تستعد وتحضر ذاتها لمثل هذه الأوضاع. فهذا النظام يعد ليس فقط الأزمة وإنما من بعد الأزمة أي عملية الاستعدادات. شكرا جزيلا لك سيدة جوليا بتنر المدير الإقليمي للإنترنت نيوز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شكرا وصول أيضا للدكتور محمود خليفة وكيل وزارة الإعلام. شكرا، صباح الخير. شكرا، نشكر لكم طيب المتابعة. وصلنا إلى ختام فرصنا الصباح لهذا اليوم، وغدا عند الثامنة بإذن الله يتجدد اللقاء. دمتم بخير، نهاركم سعيد إن شاء الله.